بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله يوم جديد من البريمو، معاكم دايما مستمرين واخبار البريمو. عندنا طبعا كل نجوم البريمو اللي بيستضيفهم طبعا البريمو، واكيد بنستمتع بيهم. كباتن مصر الكبار دائما النجوم الدائمين كابتن رضا عبد العال، كابتن محمود ابو الدهب، وكابتن سمير كمون، وايضا نجومنا اللي بيكونوا موجودين معانا بنستمتع بيهم من خلال تواجدهم في البريمو كل يوم. خليني اقول لكم النهارده ان شاء الله هيكون معانا النجم الكبير ونجم النادي الاهلي السابق كابتن رمضان السيد، وايضا النجم الكبير ونجم النادي المصري السابق كابتن حسام غويبه. هنتكلم طبعا على كل ما يحدث في كره القدم. عندنا طبعا الاحداث متتاليه، الكونفدراليه، دوري الابطال، كاس العالم للانديه اتكلمنا عليه مع النادي الاهلي، ايضا الدوري الممتاز والعوده مره اخرى للعب بشكل منتظم. الاسبوع التاسع هيبتدي من بكره بامر الله، فكلام كتير عن كره القدم. بالاضافه طبعا لو هنتكلم على نجومنا المحترفين في الدوريات الاوروبيه، هيكون طبعا من خلال نجومنا النهارده كابتن حسام غويبه وكابتن رمضان السيد. خلينا نبتدي حلقتنا باهم اخبارنا. طيب خلينا نبتدي باخبار فرقنا المصريه المتواجده في بطوله الكونفدراليه، سواء المصري وتعادله السلبي النهارده مع القطن الكاميروني. واحنا بنتكلم طبعا قوه القطن الكاميروني، كانت طبعا نتذكر هذا الفريق، الفريق القوي اللي كان يمكن وصل مع النادي الاهلي لنهائي دوري الابطال، لكن طبعا النادي الاهلي حصل على هذه البطوله لنتذكرها في الكاميرون، وبالتالي الفريق اختفى شويه، وان كان في الوقت الحالي بيجمع قواه في بطولة الكونفدرالية من خلال فريق جديد، ولكن النهاردة المصري بيعمل نتيجة جيدة. خلي بالكوا احنا الدور المجموعات في الكونفدرالية او دوري الابطال بتبقى في عملية تجميع نقاط، ايا كان طبعا النتيجة ما تكون خارج ارضك وتتعادل ده بيبقى نتيجة ايجابية بشكل كبير. عشان كده المصري النهاردة بيحقق نتيجة جيدة، نقطة في هذه المجموعة اللي بتضم مازيمبي طبعا اللي فاز النهاردة، وثلاث نقاط لمازيمبي وهو متصدر هذه المجموعة اللي فيها أتوهو والقطن الكاميروني والمصري. النهاردة مازيمبي أمام حضراتكم على الشاشة بيفوز على أتوهو 1-0، والقطن الكاميروني مع المصري تعادل سلبي 0-0، وسيمبا التنزاني بيفوز على أسك أبيجان لإيفواري 3-1، وبيراميدز بيفوز على أهلي طرابلس 2-1. هتكلم على بيراميدز لكن خليني أبتدي بالمصري، أكيد صعوبات موجودة في هذه المباراة. بقية المباريات اليوم النهاردة بالنسبة للكونفدرالية، أورلاندو بايرتس بيفوز على شبيبة الساورة الجزائري 2-0، وأصفاقسي بيفوز على زناكو الزامبي 1-0. دي النتائج الخاصة بالكونفدرالية النهاردة. وزي ما بنتكلم كده على المصري البورسعيدي، واحنا بنتكلم على النادي المصري اكيد مجموعة من اللاعبين، مدير فني على علم بالكرة الافريقية، وفي نفس الوقت يعني فكرة انك المصري بيعود مرة اخرى الى البطولات الافريقية ووصوله الى دور المجموعات ده شيء جيد. ان شاء الله يقدر واحدة واحدة يوصل للي احنا عايزينه. اللي عايزينه ايه بقى؟ انك تخش للمرحلة القادمة وتكون من ضمن الفرقتين اللي بيصعدوا للدور القادم، ويكون الفريق اكتمل بدنيا واكتمل فنيا وامور كتيره جدا. اكيد كل ما الوقت بيعدي في ممارستك للمباريات ووجودك للمباريات ودوستك في الملعب الفرقه بتختلف، بالاضافه طبعا للحاله اللي ممكن تحصل ما بين المدير الفني كابتن معين وفي نفس الوقت اللاعبين اللي موجودين، بتبقى طبعا بتزداد خبره وبتزداد ألفة ما بين اللعيبة والمدير الفني، وبالتالي إن شاء الله الفريق المصري يقدر يوصل للمرحلة القادمة بأمر الله. لكن النهاردة نتيجة جيدة لفريق المصري، نقطة، النقطة دي أكيد في مشواره مهمة جدا خارج الأرض، على الأرض بقى على أرضه ده اللي احنا يهمنا. إن شاء الله المصري في المباراة القادمة يحقق الفوز عنده مازيمبي يوم 20 فبراير بأمر الله. ده طبعا ماتش قوي، فريق مازيمبي معروف بقوته أكيد، وفكرة انك فين بقى هتلعب هي دي النقطة، فكرة انك ازاي هتشتغل في قدام فريق كبير زي مازيمبي دي برضو نقطة مهمة جدا بالنسبة للاعبين وايضا للكابتن معين. لكن ده مشوار المصري، هيلعب 20 فبراير امام مازيمبي ثم اتوهو يوم 26 فبراير، والمصري هيلعب ايضا اتوهو في مباراة يعني على طول بعدها 12 مارس امام اتوهو، ثم مباراة القطن يوم 20 مارس، واخيرا مازيمبي هيكون 3 ابريل بامر الله هتكون دي اخر مباراه
بالنسبة لمشوار المصري البورسعيدي في دور المجموعة. النهاردة بيراميدز أيضا كان بيلعب النهاردة وفوز مهم، ويمكن طبعا في البداية فوجئنا بتقدم فريق أهلي طرابلس النهاردة، والهدف ده خلانا نقلق شوية، لكن مع تماسك الفريق ومع إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني الكبيرة قدر فريق بيراميدز يرجع للمباراة والفوز 2-1. وأكيد طبعا الفوز على الأرض على أرضه ده كان أهم شيء يعمله بيراميدز النهاردة. أعتقد وإحنا بنتكلم على المباراة واللي شاهد المباراة كان إلى حد كبير فريق أهلي طرابلس النهاردة كان بيلعب جيم دفاعي من البداية، وكان حاول يستغل أي كرة ثابتة أي هجمة مرتدة عشان يبتدي يهدف، وده اللي حصل فعلا. خطأ دفاعي في فريق بيراميدز استغله أهلي طرابلس أحرز الهدف التقدم، لكن زي ما بقول لكم إمكانيات بيراميدز الفنية كجهاز فني، إمكانيات بيراميدز اللاعبين كانت كبيرة، وبالتالي قدر يعود للمباريات من خلال تغييرات من خلال شغل داخل الملعب. خلينا نروح للكابتن محمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز ونبارك له على الفوز وأول ثلاث نقاط في دور المجموعات أو دوري المجموعات. إن شاء الله كل التوفيق لبيراميدز، لأن معودنا فريق بيراميدز وجوده في هذه البطولة أنه بيوصل لأبعد حدود في هذه البطولة، والوضع دلوقتي مختلف أو الأهداف مختلفة. يمكن كان اخفاق في الحصول على البطوله دي قبل كده، في سنتين قبل كده او نسختين قبل كده. ان شاء الله الثالثه ثابته بالنسبه لبيراميدز، تبقى المنافسه ما بين بيراميدز وان شاء الله والمصري في النهايه، ده اللي احنا نتمناه يعني. كابتن حمد تحياتي ليك. اخيرا كابتن حمد، اخبار حضرتك ايه؟ اخبار تمام والله الحمد لله. مبروك النهارده الثلاث نقاط الاولى ليك يا كابتن في دور المجموعات. والله الحمد لله توفيق ربنا والحمد لله مجهود اللعيبه، والحمد لله يعني كان ماتش مهم لينا البدايه، انك انت تطلع معاك 3 بونت ومكسب، وده مهم جدا انه يدي ثقه للعيبه بعد فتره كبيره من الراحه نفسها، ما فيش مباريات رسميه، فكان مهم جدا المكسب النهارده الحمد لله. سبب الهدف الاولاني كابتن، هل فوجئته يعني طبعا انت بتلعب على ارضك وبتحاول انك تهدف، فكره الجيم الدفاعي لفريق اهلي طرابلس؟ يمكن انا تابعت يمكن الشوط الاولاني اكتر يعني، لان بعد كده جيت على الطريق. هل كنت تتوقعه انه يشتغل بالشكل اللي هو اشتغل بيه النهارده كابتن، وبالتالي طبعا يعني احنا قايلين للاعيبه وشرحين للاعيبه ان اهلي طرابلس هيجي هيلعب هيعمل زون من نص الملعب، وده اللي حصل معانا. لكن طبعا انك انت بقى اللعيبه يعني شرحنا لهم احنا هنشتغل ازاي من اول مباراه، فهيظل ان انت كابتن محمد وانت بتهاجم بتيجي عليك كره مع هجمه مرتده، مع ان احنا برضو يعني كنا في وضع مش مظبوط، وكان في خطا دفاع كابتن، انا شفت الجول وحش قوي الصراحه يعني، فهيظل ان انت يعني الهدف اللي بيدخل فيك اكيد في خطا منه، لكن ده كان حاجه انها جو على ملعبك وكده، لكن هدينا اللعيبه وبدانا نشتغل. يعني الشوط الاول انا بعد القرارات المتسرعه شويه من بعض اللعيبه بيخليك انك انت مش قادر تسيطر السيطره الكبيره، لكن الشوط الثاني اللعيبه لما دخلنا الاوضه والكابتن هاب اتكلم معاهم وهدينا اللعيبه شويه وقلنا لهم ان احنا يعني انتوا شغالين كويس جدا، بس نهدى شويه وما نبقاش مستعجلين في القرارات، وغيرنا بس شكل اللعب في تحرك في حاجه في الملعب، فالحمد لله كانت سيطره كبيره واللعيبه ادت مباراه كبيره جدا الشوط الثاني. تغييرات كان ليها اسباب كابتن طبعا الفوز، تغيير الاداء والله يعني مش التغيير، لكن هيظل ان انت وانت يعني بتهدي اللعيبه شويه، لان احنا برضو على ارضك وانت بتبقى عايز تحسم النتيجه بسرعه واللعيبه بتشتغل بشكل كويس، فهيظل ان يدخل فيك هدف زي كده فبيبقى في يعني نوع من انواع ان انت عايز تعدل النتيجه بسرعه. فلما كابتن ايهاب اتكلم مع اللعيبه وهدينا وبدانا نشتغل الحمد لله رب العالمين، يعني اشتغلت بشكل مميز جدا، عدد فرص كبير جدا الشوط الثاني، 3 كور في العرض يعني في العارضه، وانك انت تجيب هدفين وعدد من الكور اللي ضاعت منك ومسيطر سيطره كبيره. انا بقول ان اللعيبه عملت مجهود كبير جدا وعملت شوط مميز جدا، لكن لما نيجي نحسب بقى احنا بالنسبه لنا للشغل يا كابتن محمد هتلاقي المباراه كلها مميزه، لكن هيظل ان انت كل الفرق اللي بتيجي تلعبك انت عبال ما تشوف شويه اللي هم لازم هيبقى في الاول الناس واقفه على رجليها، فبيوقفوا لك في زون معين وبيخليك تلعب براحتك في نص الملعب، وبعد كده هو بيلعب على هجمه مرتده. لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نخرج بنتيجه كويسه ومكسب كان كويس جدا لينا الحمد لله. فكره السيطره كابتن كانت موجوده واضح جدا، نسبه الاستحواذ النهارده للبيراميدز. لكن خليني اقول لك كابتن، ويمكن المباريات ما بعد ذلك طبعا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق ليكوا كابتن والصعود للمرحله اللي بعد كده، لكن الاخطاء ويمكن بيراميدز خسر نسختين قبل كده بسبب اخطاء كابتن، وهي كره القدم.
هتشتغلوا على ده ازاي يا كابتن في المرحله القادمه؟ مهم جدا ان انت كل مباراه كابتن محمد لازم تشتغل على كل حاجه موجوده جوه الملعب بتحصل لك، حتى لو انت حاجات كويسه انت بتاكد عليها، لو عندك بعض الاخطاء بتحاول تصلح الكلام ده، تحاول تعلي تركيز اللعيبه. تركيز اللعيبه ده بتعليه مش بالكلام بقى كابتن محمد، لكن هو تمرين، التركيز ده تمرين، فبتبدا تعمل اشكال معينه من الشغل اللي تخلي اللعيبه دايما في حاله تركيز كبيره، ان ال 90 دقيقه يبقى في حاله التركيز بقى، ما يخسرش كوره بسهوله، ما لازم تبقى كل كوره معاك وانت بتعمل هجمه، لازم تبقى هجمه تبقى بتشتغل بيها، بتعمل بيها فينش على المرمى، او انك انت تخلي الكوره معاك تبقى مسيطر على الكلام دوت. فهيظل يا كابتن محمد برضه الكلام ده مش هيخلص في يعني كل ماتش هيظل ان في حاجه لازم هتصلحها، حاجه ما هتتكلم فيها مع اللعيبه، لكن يعني الواحد بيطلب ان شاء الله توفيق ربنا، وان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه تبقى حاجه مميزه، تبقى بقيمه اللعيبه اللي موجوده ونادي بيراميدز نفسه. صحيح. استعداد الفريق للمباراه القادمه في الدوري كابتن امام الاسماعيلي، يعني هتشتغلوا ازاي بقى في يعني امام فريق يعني محتاج كل نقطه بيلعب فيها قدام اي فريق اخر ايا كان الاسم طبعا والامكانيات؟ هيظل ان طبعا النادي الاسماعيلي هنبدا ماتشات الدوري، والنادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا، يعني نادي الاسماعيلي في موقف اكيد بيبقى محتاج كل بونت فيه، وهيظل ان انت برضو بتلعب على منافسه، فهتبقى مباراه كويسه، وان شاء الله باذن الله يكون معانا التوفيق باذن الله ونقدر ناخد الثلاثه بونت، لان هيكون معانا في المنافسه ان شاء الله منافسه كبيره على الدوري، لكن ان شاء الله باذن الله انا بقول انها مباراه هتبقى مباراه كبيره بين فرقتين كبار، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه فيها حاجه برضو من حاجه مميزه ان شاء الله. مريحين يا كابتن بكره ولا لا لا شغل انت كمان يومين المباراه فما فيش راحه عندك، فهيظل ان اللعيبه اللي لعبت النهارده هترجع تعمل ريكفري بتاعها والاستشفاء، واللعيبه اللي ما لعبتش مع الناس اللي كانت بره هيبقى في تمرين، وانا هنشتغل ونحضر بقى الماتش اللي جاي ان شاء الله، نقدر عشان نقدر نكلم على اللعيبه الشغل المباراه الجايه ازاي ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم يا كابتن في الكونفدراليه، ايضا في للنادي المصري، ايضا في الكونفدراليه، فرقتين بيمثلوا منتخب الكره المصريه في يعني في بطوله الكونفدراليه، وبالتالي طبعا يعني نتائج جيده بالنسبه للفرقتين، سواء المصري بتعادلوا امام القطن الكاميروني 0-0، وايضا يعني فوز النهارده بيراميدز امام طبعا الفريق اهلي طرابلس، وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لهم في المشوار القادم. طيب خلينا نبتدي اخبار الزمالك مع حضراتكم بحصول نادي الزمالك طبعا رجال كره السله لنادي الزمالك على المركز الرابع في بطوله كاس العالم للانديه في كره السله، طبعا بتستضيفها مصر، واحنا بنتكلم على هم اربع فرق متواجدين، طبعا احنا بنتكلم على كل من الزمالك ممثل افريقيا، بورجوس الاسباني ممثل اوروبا، فلامينجو البرازيلي ممثل امريكا الجنوبيه، وليكلاند ماجيك الامريكي ممثل الام بي اي، وبالتالي طبعا حصول النادي الزمالك على المركز الرابع في هذه البطوله، واحنا بنتكلم طبعا شرف طبعا كبير لمصر والقاره الافريقيه بوجود نادي الزمالك في هذه البطوله، وانها تكون موجوده على ارض مصر في صاله كابتن حسن مصطفى طبعا هنا في القاهره، دي حاجه طبعا جميله وحاجه محترمه. شفنا طبعا الشكل العام بالنسبه لفريق نادي الزمالك، شفنا الشكل العام لتنظيم البطوله، الحمد لله يعني تمام ايا كان المركز، لكن انت داخل من ضمن الاربعه الكبار في العالم، زي ما النادي الاهلي في كره القدم من ضمن الاكبر الانديه الكبار في العالم كان متواجد، نادي الزمالك في كره السله ايضا كان من ضمن الاربعه الكبار في كرة السلة، وده حاجة جميلة في الرياضة المصرية، سواء في كرة القدم للنادي الأهلي بمشاركته بكأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، أو لنادي الزمالك في مشاركته في كأس العالم للأندية المتواجد على أرض مصر، دي حاجة برضو
نفخر بها في الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك قلعتين للرياضة في كل الألعاب، وبالتالي طبعا حاجة جميلة. لكن هارد لك طبعا، كنا نتمنى يبقى مركز مختلف ومتقدم لكرة السلة لنادي الزمالك بما أنها ممثل مصر، لكن هي دي الرياضة وبالتالي ده شيء عادي. لكن خلينا نقول إن شاء الله الرياضة المصرية في كل الألعاب، سلة طايرة، كرة يد، كل الأمور الخاصة بالرياضة المصرية إن شاء الله تبقى في أحسن حالاتها. بنشوف نجومنا في الألعاب الفردية في الأولمبياد، بنشوفهم في حتى في كأس في كأس العالم أو في بطولات العالم بيبقوا مميزين جدا ما شاء الله. طيب استكمالا لأخبار نادي الزمالك، فتوح واحد من اللاعبين اللي تألقوا ونجومنا الزمالك تألقوا مع منتخبنا الوطني، هناك مصادر بتقول إن فتوح على رادار الدوري الإيطالي وبالأخص نادي أتلانتا الإيطالي. هنا في نقطة بس أنا بحب أتكلم فيها، كل واحد بيبقى ليه مميزات وكل ميزة في لاعب بتمشي في شكل دوري معين. يعني صلاح ابتدى في الدوري السويسري ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي ثم لم ينجح في البداية، أو مش لم ينجح، لم يتأقلم في البداية، ثم انتقل إلى الدوري الإيطالي وعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول وتألق كبير جدا بعد ما أخذ خبرات كبيرة. هل فتوح فكرة اللعب بالفنيات بتاعته، طبعا فنياته عالية جدا كباك ليفت وممكن كمان يشتغل في الوينج ليفت يبقى قدام كمان، فعنده إمكانيات هائلة جدا جدا. هل الدوري الإيطالي يتناسب مع فتوح لو في فعلا عروض جاية من الدوري الإيطالي وبالأخص زي ما بنقول أتلانتا؟ هي دي نقطة مفروض برضو اللاعب يختار المكان اللي ممكن يكون أنسب ليه والقدرة أنه هو يستمر فيه بشكل ناجح. لكن حاجة جميلة، وزي ما نقول نجوم منتخبنا الوطني بأدائهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلى الأنظار يعني موجودة على أغلب اللاعبين اللي كانوا متواجدين في منتخبنا الوطني. في الفترة برضو اللي فاتت غياب طارق حامد أكيد مأثر بشكل كبير على خط وسط نادي الزمالك زي ما شفنا في المباراة الأخيرة والتعادل الإيجابي 2-2 في أولى مباريات نادي الزمالك في دوري الأبطال أمام بترو أتلتيكو. وطبعا وجود نادي الزمالك في بعض الثغرات والهدفين اللي جم أكيد كارترون بيعمل حساباته في الفترة القادمة، وتأثير طارق حامد على خط وسط نادي الزمالك، وبالتالي بيطلب سرعة تجهيز طارق حامد في الفترة القادمة. خلينا نروح لواحد من كبات النادي الزمالك الكبار والمكتشف الأساسي اللي هي أحمد فتوح، ودايما يعني كنا بنشوف كابتن طارق سيد وهو بيثني على اللاعب بشكل كبير، وبالتالي يعني ناخد رأيه في إمكانيات فتوح، هل هو قادر على وجوده في الدوري الإيطالي ولا دوري يكون مختلف بإمكانيات فتوح في الوقت الحالي؟ كابتن طارق تحياتي ليك. ربنا يخليك يا فاروق، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن. يعني رأيك في مستوى فتوح الفترة اللي فاتت، وهل لو الدوري الإيطالي وبالأخص إحنا طبعا المصادر بتقول إن أتلانتا الإيطالي أحد الأندية القوية في الدوري الإيطالي يعني على راداره وطالب فتوح، رأيك أنت كواحد من مكتشفي فتوح يا كابتن؟ أنت طبعا زيزو كمان، زيزو كمان أنت كابتن عشان ما نبخس حقك، أنت برضه زيزو برضه كنت بتتكلم عليه بشكل جيد. اتفضل يا كابتن. لا طبعا الاعداد اصل قال لي وزيزو كمان، فانا برضه باكد النقطه دي حبيبي يا كابتن. اتفضل يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. طيب عشان بس نبقى يعني طبيعي جدا بعد كاس امم افريقيا قويه جدا لفتوح، صحيح، وعمل فيها مباريات قويه جدا ولعب على لعيبه من احسن باكات رايت وباكات رايت في العالم، زي مثلا اشرف حكيمي، زي بيبي بتاع ارسنال، من اكتر من لعيب جامد جدا في الدوريات الاوروبيه، صحيح. وكان هو مستوى متميز جدا قدام اللعيبه دي، طبيعي جدا ان يجي له عروض او في انديه تتكلم عليه. رسمي في حاجه جت دلوقتي؟ لحد دلوقتي انا ما عنديش المعلومه ومش متاكد من الخبر قوي، انما طبيعي فتوح مستواه الفتره اللي فاتت دي خاصه مع منتخب مصر يمكن تالق بشكل كبير جدا، سواء مع منتخب اولمبي في بطوله افريقيا كاس الامم الافريقيه هنا في مصر، مع الكرشاو غريب اللي حصل على منتخب مصر اللي صعدتنا للاولمبياد، مع منتخب مصر الاول في بطوله افريقيا الاخيره، وكان من الاسباب الرئيسيه وصول منتخب مصر للنهائي، مع نادي الزمالك الفتره الاخيره برضه متالق بشكل قوي جدا. فتوح لعيب كبير، وانا عمري ما فقدت ثقه فيه، عمري ما شكيت في مستواه لحظه. وهديك كمان يا كابتن، شفت المستوى اللي هو ظهر بيه مع منتخب مصر
بشكل خاصة في الحتة الدفاعية بشكل قوي جدا. فالدوح كمان هجوميا قوي جدا جدا جدا، بيعرف يشوط وبيعرف ورجليه مظبوطة على الجون، وبيعرف يعني لو خد واجبات هجومية أعلى أعتقد هيظهر بمستوى أعلى من كده بكتير. طيب خليني أخد رأيك كابتن، وإحنا بنفرح أول ما بنسمع إن في لاعبين مصريين الأندية الأوروبية يعني بتتكلم، وفي الآخر بنلاقي إن هو كلام فقط، وحتى لو كان شيء أساسي بنلاقي أنديتنا بتغالي بشكل كبير، وبالتالي يعني الصفقة بتفشل أو الانتقال بيفشل. وهنا بنقارن بقى منتخبنا بمنتخبات أخرى، يعني لما نيجي نبص أبو جبل مثلا كابتن طارق قوته والشناوي قوته من حراس الجيدين في قارة أفريقيا، وبواحد زي مندي أعتقد لا يفرق، يعني ما فيش فرق ما بين الاثنين لو ده كمان موجود في يعني بنتكلم على حراسنا في أوروبا، أعتقد إن هيبقى الشكل مختلف. هنا ليه إحنا يعني ما فيش سهولة في الانتقال؟ هل الأندية بتدور على المكسب فقط ولا بتدور على مصلحة مصر بشكل عام وخاص؟ لا، هو من حق كل نادي ان هو يمسك اللعيب بتاعه وما يفرطش فيه. يعني انا عايز اسالك سؤال يا كابتن فاروق، لو النادي الاهلي جاله عرض لعبد المنعم دلوقتي هيسيبه؟ من وجهة نظري انا الشخصية لازم يسيبه. من وجهة نظرك لا يستفاد ماديا، يعني النادي الاهلي يستفاد ماديا بعيد عن وجهة نظري يستفاد ماديا هيفكر في اعلى استفادة مادية، يقول لك لا انا عايز 10 مليون و15 مليون و5 مليون و6 مليون دولار والكلام ده كله. من حال الأندية انها تطلب المبالغ بتاع اللي هي عايزاه. انما احنا ليه، ايه الفرق بيننا وبين الأندية في شمال افريقيا؟ ان في شمال افريقيا اعلى لعيب عندهم ممكن يسيبوه للدوريات الاوروبية بمليون ونص، واحد ب 2 مليون زيه زي حتى الأندية الارقام اللي بياخدها في الأندية المصرية. فطبيعي جدا جدا ان هم اللعيبه بتلعب في انديه اوروبا من بدري كمان وان هم صغيرين، فعندهم حتى في افريقيا نفس الكلام، فعندهم ذخيره كبيره جدا من اللعيبه الخارجيه. انما احنا عندنا اللعيب يا دوب بيطلع يحترف بره من سن 23 و24 سنه، فبتطلب فيه الارقام الكبيره دي كلها. عشان كده الصفقات بتاعتنا بتبوظ، لعيبتنا ما بتطلعش بره كتير، لعيبتنا بتقعد في الدوريات المصريه او اخرنا يعني كده اللي هو بالبلدي الدوريات العربيه. طب احنا كابتن بنيجي بقى بنيجي نبص كده الناحيه الثانيه للمنتخب، المنتخب السنغالي مثلا اللي هنلعبه كمان يعني شهر ونص تقريبا، بتبص لكميه الاسماء والانديه اللي بيلعبوا فيها انت تتخض. ما تقارنش عشان اللعيبه دي بتطلع 16 سنه و15 سنه. طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الكلام ده كله. طب انت بتحتك في الاعمار الشكل اللي يخلي لعبتنا تطلع بره. احنا يا دوب اول منتخب بيظهر في الصوره بشكل قوي جدا المنتخب الاولمبي. فاي منتخبات اولمبيه في الاعمار السنيه الاولمبيه. غير كده كل المنتخبات بتاعتنا بتطلع بدري جدا من التصفيات، سواء افريقيا او نهائي كاس عالم للاعمار اللي هي الشباب والكلام ده كله. فانت برضو لازم تشتغل على الكلام ده عشان تقدر توصل للعدد اللي انت عايزه اللي هو يطلع يحترف بره. انما انت اوريدي شغلك كله بتركز كله على المنتخب الاولمبي، بعد كده غير كده ما بتركز. فاللعيبه بتفضل عندك لحد سن 23 و22 سنه، فخلاص الانديه في اوروبا. ابو جبل نفسه يحترف دلوقتي يا كابتن، هو عنده كام سنه؟ ابو جبل مثلا احنا بنتكلم ابو جبل عدى 30، عايز بيفكر في الاحتراف دلوقتي لو هو بيتكلم يعني، وده حلم. كل لعيب عنده طموح في دي، كل لعيب عنده طموح في دي. انما لو اشتغل من بدري على الكلام ده كان جاله حاجه واثنين وثلاثه. ابو جبل اول بطوله افريقيا ليه السنه دي صحيح، ولو ما كانتش اتصابت شناوي ابو جبل ما كانش هيظهر بالمستوى اللي ظهر بيه ده. فدي برضه نقطه لازم تحطها في دماغك. جات لك فرصه مسك فيها ودي حاجه كويسه، وابو جبل انا من بدري بقول ان ابو جبل من احسن اجوان مصر. انما في الاخر اللي كان بيلعب واللي كان راكب حتى في كاس العالم الشناوي وقبل الحضري، عارف انت ايه اللي هو ابو جبل لما خد الفرصه ظهر. بس في الاول وفي الاخر كان في جون راكب المكان، او في جون هو اللي بيلعب في منتخب مصر على طول. فالموضوع يعني حتى الشناوي فكرك ان ممكن ما يكونش جاله عروض الفتره اللي فاتت في بلاد عربيه او هنا وهنا بعد كاس العالم، عمل بطوله كويسه جدا واكيد جاله حاجه. صحيح. بس في الاول وفي الاخر الاهلي مش هيسيبه عشان الاهلي عايز ياخد بطوله وعايز وعايز وعايز.
موضوع صعب جدا في الحته دي. هو احنا محتاجين بس عمليه تنظيم، انك امتى تسيب اللعيب وامتى ما تسيبوش وتستفاد منه كمان، مش شرط ان انا اخد فلوس في المره، ممكن اخد يعني على مراحل، في حالات بيع وفي حالات فلوس، ممكن يعني زي ما بنقول كده عمليه التهديف، او ان انت بتاخد بطوله تاخد برضو فلوس من النادي اللي بينتقل ليه اللاعب. طيب كابتن، خليني اخدك لمباراه الامس، مباراه الزمالك والتعادل الايجابي، شايفها ازاي؟ ويعني هل كان الزمالك يعني اثر في حق نفسه زي ما بنقول كده من البدايه؟ وهل دي اخطاء دايما بتبقى موجوده عند نادي الزمالك؟ احنا شفنا المرتين اللي فاتوا او النسختين اللي فاتوا كانت البدايات كده بالنسبه لنادي الزمالك، في واحده نجح فيها نادي الزمالك انه يوصل النهائي، في واحده يعني خرج من الادوار الاولى. كابتن في عدم توفيق واضح كابتن فاروق، لما تيجي تبص للجيم ومجرياته انت بتبقى مستحوذ على الكره بنسبه 70%، وفي الاخر الهجمه اللي بتروح عليك بتخش في ظل ان انت في 3 4 كور بيضيعوا وبيروح في العارضه. لا، كان في امبارح عدم توفيق واضح، الثاني من افضل الاشواط اللي ممكن تتفرج فيها على الزمالك. انما انا بطالب اللعيبه انها تركز اعلى من كده كمان، يعني صحيح. يعني التركيز لازم يعلى على اكتر من كده، الفرصه اللي بتجيلك لازم تستغلها، لان كمان امكانيات اللعيبه اللي موجوده دلوقتي امكانيات عاليه جدا، فرص سهله جدا بتضيع. ممكن تكون يعني عدم توفيق ده موجود طبعا اكيد 100%، في تسرع ان انت تجيب جول مستعجل جدا، برضه ممكن تكون مش عامل حساب الفرقه اللي انت بتلعبها بشكل كبير، هم فرقه مش يعني الفرقه دي ما خسرتش قبل كده في مصر طول تاريخها، كسبت النادي الاهلي قبل كده، تعادلت مع الاسماعيلي، ما خسرتش هنا في مصر خالص، صحيح ما خسرش ولا مره. فانت لازم تبقى عامل لها حساب كويس جدا، خاصه في الحته الهجوميه بتاعتهم، لان هم كمان لعيبه كرة على مستوى عالي جدا. كسروا مش من الفرق الافريقيه اللي هي عندها التخبيط والترزيع والجري، لا ده فرقه بتلعب كرة عاليه جدا وراقيه جدا. انما اعتقد ان شاء الله باذن الله الزمالك التعادل اللي حققه ده لحد ما تعادل يعني ايه يعني نقطه كانت يعني نقطه مهمه، لو خسرت كانت يعني يعني نقطه مهمه فعلا في ظل المستوى او في ظل عدم التوفيق اللي كان واضح للنادي. صحيح، نتمنى ان شاء الله الزمالك والاهلي وايضا انديتنا بيراميدز والمصري كابتن في يعني في البطولات الافريقيه يبقوا ماشيين بالشكل الجاي ان شاء الله، نشوفهم هما الاثنين موجودين في النهائيات، هما الاربعه بقى ان شاء الله. كابتن طارق سيد نجمنا الكبير ونجم نادي الزمالك السابق، بشكره شكرا جزيلا، ورايه فتوح ورايه في عمليه الاحتراف بالنسبه للاعبين. انا بشوف ان صلاح هو الوحيد اللي فلت من الموضوع ده في ان هو يكون موجود في انديه اوروبيه، وكمان طبعا تفكيره واصراره على الاحتراف وتركيزه في الاحتراف فرق كتير جدا مع النجم الكبير نجم مصر ونجم ليفربول محمد صلاح. طيب خلينا اخد خبر اخير لنادي الزمالك قبل ما اطلع لفاصل. كارتونو طبعا من خلال التدعيمات القادمه واللي شايف ان هي محتاجها الفريق بشكل كبير، اللاعب الخاص ب يعني بنتكلم في راس حربه ووسط ملعب، يعني كارتون يعني ده رؤيته للملعب بالنسبه له واللاعبين عنده ان هو محتاج واحد في راس حربه وواحد في وسط الملعب. مهند لاشين نجم منتخبنا الوطني ونجم طلع الجيش، وفي نفس الوقت ايبوكا لاعب امبي ونجم امبي وهدفها، لاعب من اللاعبين المميزين جدا الصراحه هذا اللاعب، وبالتالي ده اللي بيطلبه كارتيرون في الانتقالات الصيفيه القادمه. هطلع لفاصل وهرجع بعد الفاصل، اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي هتكون مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. طيب راجعين مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي، يعني انا هقولها سريعا عشان طبعا نجومنا
ونجوم البريمو النهارده كابتن رمضان السيد كابتن حسام غويبه هيكونوا موجودين معايا، والكلام والحديث عن الاهلي والزمالك والدوري المصري وعودته، وايضا طبعا البطولات الافريقيه والكونفدراليه. النهارده طبعا كانت محط انظار طبعا كل المصريين اللي بيتابعوا كره القدم، خصوصا طبعا جماهير المصري ومحبي نادي بيراميدز. خليني بس، النهارده النادي الاهلي بيصل الى القاهره، وكان في استقباله مع الوزير دكتور اشرف صبحي عمليه تكريم طبعا موجوده من خلال الاستقبال والمجهود اللي كان مبذول من لعيبه النادي الاهلي وحصوله على المركز الثالث، وده شيء جميل جدا النادي الاهلي يعني عمله في هذه البطوله في ظل طبعا امور ممكن كانت صعبه جدا واجهت النادي الاهلي، لكن النهارده كان في استقبالهم مع الوزير دكتور اشرف صبحي. الاهلي يعني من خلال اداء محمد عبد المنعم واصراره على رجوع محمد عبد المنعم الى الفريق، ده كان ليه طبعا انطباع ان اللعيب واضح جدا ان هو لعيب هايل، وده من خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت النادي الاهلي كان مصمم بشكل كبير الرجوع، انا من وجهه نظري لسببين، ليس السبب واحد فقط وهو اصابه طبعا بدر بنون وغيابه لمده ممكن تكون طويله شويه، لا في نفس الوقت هو ان محمد عبد المنعم لما يرجع النادي الاهلي يبقى عنده من خلال التالق الكبير محمد عبد المنعم يقدر، لان هيجي له عروض احتراف، يقدر يطلب فيه مبلغ يكون ويلمعه اكتر ويظبطه اكتر، يعني زي ما نقول النادي الاهلي هيلعب في الدوري، هيلعب في بطوله افريقيا، هيكون محتاجه، وبالتالي هيكون في يعني الفتره اللي جايه متابعه من الانديه الاوروبيه ومتابعه من انديه اخرى لمحمد عبد المنعم، وبالتالي يقدر النادي الاهلي بعد عوده بدر بنون ووجود محمد عبد المنعم في النادي انه يمكن يقدر يكسب فيه مبالغ كويسه، وده شيء بشوف ان هو جيد، ده وجهه نظر انا الشخصيه يعني، وفكره انك تستفاد من اللاعب انه يعود وتبتدي تظبطه اكتر وتلمعه اكتر في ظل وجوده في مباريات كتير هتكون قويه، مباريات مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي هيتم تعديل عقد محمد عبد المنعم اللي كان بياخد 2 مليون جنيه هياخد 5 مليون طبعا، وده حاجه تحترم، النادي الاهلي رفعه رفعه كبيره جدا او مبلغ يعني كبير في وقت ممكن يكون قصير، وده يعني بيدل ان في اهتمام كبير باللاعب. ايضا محمد هاني اللي تالق مع النادي الاهلي في مبارياته في كاس العالم للانديه بيدخل حسابات كروش لمباراتي السنغال، طبعا واضح ان في قصور في المنطقه دي بعد غياب اكرم توفيق، وان كان عمر كمال عبد الواحد يعني اداها بشكل جيد، وانك محتاج طبعا لعيب يبقى موجود يقدر يلعب في المركز ده. محمد هاني يعني لعيب هايل ولعيب حريف ولعيب لعيب كوره وفي نفس الوقت قوي، لكن انا وجهه نظري برضو يكون موجوده مستر كوش انه يقدر يضم لاعب يكون خبره في الماتش ده مع محمد هاني مع ايضا عمر كمال عبد الواحد، يكون لاعب زي احمد فتحي، ده وجهه نظري الشخصيه، كانت احمد فتحي وخبراته تقدر تديك في ماتش زي السنغال الماتش هنا او هناك على حسب اختيار كروش وشايف الدنيا تمشي ازاي، يبقى خبراته الكبيره تقدر تساعد الفريق، لان الماتش ده ماتش خبرات وماتش حماسي جدا ولازم يبقى فيه امكانيات لعيبه معينه بشكل معين، ده وجهه برضو نظر شخصيه وليس طبعا يعني امكانيات او وجهه نظر كروش، يعني ده امكانيات انا وجهه نظري الشخصيه فقط. الاهلي بيفاوض مساعد فايلر للانضمام لجهاز موسيماني، طبعا يعني في فكره انك بتشوف الانسب في وقت من الاوقات ان في واحد كان بيأدي دور مهم جدا وكويس جدا في جهاز فني وجي في جهاز فني اخر، تقدر تستعين بواحد من الناس اللي كانوا بيأدوا الدور ده بشكل جيد في الجهاز الفني اللي معاك دلوقتي، وبالتالي طبعا يعني سيزا المدرب اللي كان مساعد لرينيه فايلر في الوقت اللي كان متواجد فيه كمدير فني، يعني النادي الاهلي بيحاول انه يبقى متواجد وبيحاول يقنع موسيماني بتواجد هذا المدرب في جهازه الفني. في ظل تألق احمد عبد القادر الملحوظ يعني ويعني لعيب هايل ولعيب مميز وكان يستحق الصراحه التواجد مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، لكن فكره الابتعاد شويه عن اللعب بشكل اساسي خلى يمكن كروش يعني يركز مع بعض اللاعبين، لكن في ظل تالقه مع النادي الاهلي كروش بيطلب تقرير عن احمد عبد القادر في الماتشات اللي فاتت، ولان الراجل مسافر يعني واكيد كل الاخبار بتوصل له عن تالق لاعبين بعينها يعني منهم احمد عبد القادر، وبالتالي طلب تقرير عن اللاعب، وفي ظل طبعا امكانياته في ظل كمان الاقتناع بامكانيات احمد عبد القادر من وجهه نظر كروش كان هيضمه، لكن زي ما قلت لكم البعد بس شويه عن اللاعب بشكل اساسي، واعتقد ان هو هيبقى متواجد من ضمن الاسماء اللي ممكن تكون متواجده في المباراه القادمه امام السنغال بعد هذا التالق لاحمد عبد القادر.
في المباراة القادمة امام النادي الهلال. النادي الاهلي طبعا ان شاء الله هيكون متواجد في السودان عشان يلعب مباراته الاولى في دور المجموعات. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. لكن دكتور احمد ابو عبله يعني بيوصي بعدم مشاركه محمد الشناوي عشان الامور تخف بشكل بقى اكتر، وان الامور ما تتفاقمش لو لعب وحصل يعني حركه مش مظبوطه، سبرنت مش مظبوط، الشناوي عنده شد في العضله الخلفيه، وبالتالي طبعا دي بتبقى حساسه جدا جدا بالنسبه لاي لعيب كوره. فبالتالي توصيه من الدكتور احمد ابو عبله بعدم وجود محمد الشناوي في المباراه القادمه. نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ان شاء الله عنده المباراه يوم الجمعه امام الهلال السوداني، ان شاء الله يعود بالثلاث نقاط وتبقى بدايه جيده للنادي الاهلي في مشواره للحفاظ على اللقب في هذه النسخة إن شاء الله. خلينا نطلع لفاصل واستقبل كابتن مصر كابتن رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق ونجمنا الكبير، وأيضا كابتن حسام غويبة نجم نادي المصري البورسعيدي ونجمنا الكبير أيضا اللي هيكونوا متواجدين معايا للحديث طبعا عن كل ما يخص الكرة المصرية وبطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو حتى الكونفدرالية النهاردة بمشاركة المصري وتعادله 0-0 النهاردة ومع القطن الكاميروني، وطبعا نادي بيراميدز النهارده وفوزه 2-1 على اهلي طرابلس. ان شاء الله تكون حلقه جميله مع نجومنا الكبار ان شاء الله بعد الفاصل. كمل مع حضراتكم ويعني في الاستوديو معايا اتنين من نجوم الكره المصريه سواء الاهلي او المصري، واكيد طبعا الشعبيه الكبيره للنادي الاهلي وايضا الشعبيه الكبيره للنادي المصري بتخلي طبعا دائما كره القدم هي رقم واحد بالنسبه للجماهير سواء الاهلي طبعا او النادي المصري. وبالتالي النهارده كان يوم جميل لجماهير النادي المصري، بتشوف فريقها بره ارضها بتتعادل، ايضا النادي الاهلي منذ ايام بيحصد على المركز الثالث في كاس العالم للانديه وده شيء برضه بيسعد بيه جماهير النادي الاهلي. صراحه الكره المصريه يعني في حاله يعني فيها بهجه وحاله من الحالات الجميله بالنسبه للكره المصريه سواء بقى بوجود منتخبنا في المباراه النهائيه بغض النظر طبعا عن عدم الفوز، ايضا الانديه المصريه في دوري ابطال شغال ودوري الكونفدراليه شغال وكاس العالم انديه النادي الاهلي شغال، حاجات يعني في كره القدم ماشيه بشكل جميل وضغط زي ما انتم شايفين بقى احنا الاحداث في كره القدم هتبقى مستمره حتى مباراه منتخبنا ان شاء الله في مارس مباراة الصعود إن شاء الله بأمر الله لكأس العالم ده اللي احنا نتمناه إن شاء الله. طيب خلينا نرحب بضيوفنا النهاردة كباتن مصر وكباتن الأهلي والنادي المصري كابتننا الكبير ونجم النادي الأهلي السابق كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان برحب بيك كابتن رمضان. ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله تمام. ربنا يخليك حبيبي. أيضا وكابتن النادي المصري كابتننا الكبير كابتن حسام غويبة طبعا برحب بيه، ويمكن أول مرة طبعا كابتن حسام معايا زي كابتن. لا أنا جبت معاك قبل كده. أهلا أنا برحب بيك طبعا. ده كان في مشكلة قعدنا نتكلم فيها في الوقت ده. ما أنا ما بفتكرش المشاكل دي تاني مرة وأنا سعيد إن أنا معاك. ربنا يخليك مرة تانية وتالتة وسعيد طبعا وسعيد بوجودي مع كابتن رمضان. ولسه احنا كنا بره بنتكلم انا وهو بقول له 84 كنا بنلعب نهائي كاس مصر انا جايب جون ومقدمين لغايه الدقيقه 90 وعلاء ميهوب جاب التعادل في الماتش خرج انا قلت يا منت كريم يا رب الحمد لله لان كان مكسر الدنيا كان فانا بكلمه بقول له ازاي انا مش عارف انا استغربت ان الكابتن محمود الجهري قال لي لا ما انا كنت تعبان انا اللي طالب الكوره اللي طالب والله لان انا لعبت الماتش ده 84 مين خد الكاس كان لعبت البطوله دي الاهلي كنا كسبانين وتعادل معانا من ابتداء من ماتش المقاولين دور ال 16 وبعدين 8 قبل الاربع ثلاث ماتشات وانا عندي تمزق في العضله الخلفيه والله والله كابتن جوهر طبعا كنا خسرانين الدوري وما كناش كمان معانا اللعيبه دوليه كنا معانا المجموعه الصغيره فقعد معانا قال لنا يعني احنا لازم ناخد مسابقه الكاس احنا خسرانين الدوري فجينا بعد ماتش المقاولين جالي الشد شديد جدا 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 فجي بقى كان هو بيتعامل معايا بقى على طول يعني بعد المباراه على طول يديني يومين راحه وبعدين اروح اخد كمان امكانيات الطبيه ما كانتش زي دلوقتي لا لا فكملت لغايه مباراه المصري بين الشوطين دخلت قلت له يا كابتن انا خلاص رجليا
مش هقدر اكمل فضيعت يعني. لكن بعدين عاده الخلفيه دي كابتن ما تقدرش مشكله مفترض انت ما بتعرفش تكمل عليها وتلعب وبعدين كان بيدغدغ الدنيا في الماتش. بص الاجيال يا كابتن برضه على الاجيال الاهلي والمصري في الوقت اللي كانت يعني طبعا ما شاء الله يعني. لا مش في الاهلي والمصري بس كابتن كل الكره طبعا كل الانديه كل الانديه بتاعه الدوري المصري كلها كانت فيها لعيبه منتخبات. صحيح يا كابتن نجوم منورنا كباتن ربنا يخليك. خلينا نبتدي معلش وانت كنت نجم كبير برضه يعني خريج كابتن. هنبتدي مع كابتن رمضان وبعد كده هنرجع طبعا للمصري النهارده اكيد تفضل واخد رايك برضه كابتن في حصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم. كابتن رمضان رؤيتك للنادي الاهلي في النسخه دي نسخه كاس العالم للانديه والصعوبات اللي مر بيها وفي نفس الوقت حصوله على المركز الثالث ده بربطه بتواجد موسيماني في الفتره القادمه وطلباته في التعاقد مع النادي الاهلي. اعتقد النادي الاهلي كان رايح البطوله دي الحقيقه في ظروف صعبه جدا 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 يعني اولا موضوع الكورونا وكان في عدد كبير جدا قبل في فتره الاعداد الحقيقه للبطوله حوالي 7 لعيبه جالهم كورونا وقطعوا عن التدريب فتره والحاجه الثانيه لعيبه المنتخب اللي كانوا موجودين طبعا صحيح. في كاميرون وعدد طبعا 8 لعيبه او 7 لعيبه عدد كبير جدا وعدد طبعا من جوه ال 11 العدد اللي كان موجود في الفرق الاساسيه والاصابات اللي حصلت بقى كمان يعني انت حتى يعني حتى انت حتى لما رحت الامارات وبتعد عمار حمدي ان هو يلعب المباريات جاله صليبي مثلا فطبعا الظروف كلها كانت ضد النادي الاهلي. المباراه الاولانيه الحقيقه يعني مونتيري انا في رايي ان ما كانش حد بيتوقع النادي الاهلي يكسب يعني كلنا كاهلاويه كنا حاطين ايدينا على قلوبنا لان يعني قبلها باسبوع كان في مباراه السموحه والدنيا مش مظبطه وبدنيا احنا مش مظبطين فتخيل عشان كده انا حتى يمكن صرحت وقلت ان مباراه مونتيري الحقيقه فوزنا فيها بيعتبر من افضل مباريات اللي احنا اديناها في كاس العالم في الحقيقه كده يا كابتن لان انت كل الظروف دي وكنت عامل الحقيقه جيم هايل وبعدين عملت مكسب وبعدين مكسب مش مكسب خاطف مكسب لا مكسب وده فريق على فكره انت ما كسبتوش دايما كنت بتقابله في يعني هو قبل كده قبل كده كنا كسبنا 5 حتى صحيح. فدي حاجه. الحاجه الثانيه المباراه الثانيه طبعا احنا يمكن هو موسيماني اعترف ان هو يعني ادى قدر الفرقه دي اكتر من حجمها عشان كده هو لعب زون نص ملعب وما ضغطش وفرط في الشوط الاولاني وبعدين دخل بقى في الشوط الثاني بس هو طبعا التشكيله اللي كان بادئ بيها كان فيها مشكله يعني كان فيها مشكله ان ما فيش راس حربه محمد شريف الحقيقه رغم ان هو موجود وفي نفس الوقت يعني. احمد عبد القادر اللي هو انا في رايي كان نجم مباراه مونتيري صحيح صحيح يعني كان من نجوم مباراه مونتيري فقعده فالاثنين لعيبه دولت لما نزلوا مع حمدي فتحي فرقوا بشكل صحيح. كبير جدا في ادائنا بس النتيجه طبعا كانت 2-0 وكانت بعدت يعني مفاجاه الفوز على الهلال بتسميها مفاجاه كابتن ولا ده شيء طبيعي كان النادي الاهلي ممكن يعمله يعني الاثنين الحقيقه يعني على لما نيجي نعمل تقييم قبل المباراه الهلال عمل جيم مع تشيلسي حط تشيلسي في نص ملعبه 45 دقيقه شو الثاني بالظبط 45 دقيقه وكان سهل جدا ان هو يتعادل ويعمل ضربات جزاء سهل جدا ان كان يكسب تشيلسي الحقيقه واحنا يمكن كنا طبعا طالعين من مباراه بالمراس وزي ما قلت لك ان الدنيا ما كانتش متظبطه قوي وهم عندهم الحقيقه المدرب بتاعهم ما اعرفش هم المدربين حسام الفتره دي الاجانب بيعملوا حاجات غريبه جدا يعني هو انت بتلعب تشيلسي وعامل تفوق على تشيلسي راح مريح حارس المرمى صحيح. مريح باك رايت وراح مريح ايه يا عم في 3 لعيبه من اللي هم كانوا بيلعبوا مباراه تشيلسي فطبعا ده طبعا الجول الاولاني الصراحه كابتن بتاعنا بتاع ياسر ابراهيم كتر خيره الجول يعني ما طبعا يعني طبعا دي في 6 يارده وما طلعش لا 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 فانت ريح ياسر هو انا بقول لك الحارس الاساسي صح صح لكن انت بقى تيجي برضك تحسبها او تعمل تقييم لمباراه الهلال النادي الاهلي لعب مباراه كبيره جدا جدا مستفاد جدا من اخطاء الخصم طبعا طبعا يعني وهقول لك حاجه والنادي الاهلي يعني يمكن لو زود النواحي الهجوميه اعتقد ان هو كان ممكن يجيب سكور اعلى من كده وده اللي على فكره جمهور الاهلي كان عايزه كابتن ده كان هيجيب سكور طبعا موسيماني نزل مجموعين انا قاعد طبعا بتسمع الاراء الناس حواليك كابتن يعني بالظبط كان عايزين نتيجه طبعا طبعا عاوزين نتيجه اعلى من كده وكانت فرصه كبيره جدا الحقيقه لكن طبعا
هل بقى الحصول على المركز الثالث يا كابتن ده يعني انا هروح لك طبعا كابتن اجي لك لكن عايز اخد راي كابتن رمضان في النقطه دي ان احنا كان كلام على موسيماني فكره التجديد من عدم التجديد ليه الشروط ليه المحطوطه هل فوز زي كده ونتيجه زي كده كابتن الحصول على برونزيه بالشكل ده بيخلي اسهم موسيماني هي الاقوى ولا النادي الاهلي دائما هو الاقوى هو النادي الاهلي دائما هو الاقوى بدليل ان انت قبل تقييم قبل ما تروح كاس عالم الانديه ما هو موسيماني محقق بطولات كتيره جدا الحقيقه صحيح. يعني مش محقق لا محقق لكن هو النادي الاهلي يعني هو اللي بيبقى ماسك الامور ما ينفعش ان انت تيجي تقول له ان انا لازم اقعد مثلا النهارده عشان نخلص العقد او مثلا وكيله اعماله تقعد مثلا وتقول انا عايزه مثلا مطالب قد كده لا النادي الاهلي ما بيمشيش بالشكل ده خالص لكن هو الحقيقه بحصوله على الميداليه البرونزيه في كاس عالم الانديه اعتقد ان هو طبعا اسهمه بقت عاليه جدا 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 وهي مصلحه بقى متبادله للاثنين للنادي الاهلي ان هو يكمل ولموسيماني نفسه ان هو يكمل لان برده في حاجه برده لو موسيماني غافلها النادي الاهلي صانع المدربين بيصنع مدربين طبعا بدليل فيهم مانويل جوزيه بدليل ان انت في مديرين فنيين جم اسماء كبيره جدا 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 وعملوا انجازات مع النادي الاهلي الاداره والمنظومه والامكانيات وكل حاجه وبعد كده راح خرج بره ما يقدرش يعمل الحاجات دي صحيح طيب كابتن حسام برضو بما احنا دايما بنقول الاهلي هو ممثل مصر في بطوله زي كده وممثل افريقيا كابتن يعني شايف كان النادي الاهلي بامكانياته كان ممكن يروح لمنطقه ابعد من المركز الثالث يمكن دي ثالث مره الحصول على البرونزيه كابتن هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم نهني النادي الاهلي ونبارك له وطبعا زي ما انت قلت كده ان هو ممثل لمصر في 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 اقوى بطوله للانديه بطوله العالم النادي الاهلي اول مره يروح البطوله دي وهو في أسوأ الطقس اللي حواليه كله الظروف كلها المحيطه بيه كانت صعبه جدا زي ما الكابتن شرح عشان ما ناخدش وقت ان 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 النادي الاهلي كان محاط باصابات وكورونا واصابات بلاعب ولاعيبه منتخب مش موجوده معاه واحسن حاجه عملها موسيماني برضك لازم نقول الحق الفتره بتاعه اللي هي الرابطه كاس الرابطه صحيح جرب كذا حد واختار منهم عنصر او عنصرين بقوا معاه اضافه كويسه حاجه كويسه لو الظروف طبيعيه ممكن في ناس كانت شغلتها فرصتها بالكامل زي مثلا احمد عبد القادر كان في لاعيبه هتبقى هي الاساسيه وهي المحطوطه من البدايه لكن الظروف المحيطه بتخلق من المستحيل شيء طيب وشيء جيد صحيح. ده اللي حصل مع النادي الاهلي اول مباراه طبعا مع مونتيريك كل الناس كانت متشائمه ان النادي الاهلي ازاي هيكسب في الظروف دي كسب المباراه انا كان نفسي في حاجه بقى الماتش الثاني بتاع بالمراس كان يلعب النادي الاهلي بنفس قوته اللعبه مع لان حتى اللي انضموا بالظبط كده حتى اللي انضموا جايين مجهدين ومرهقين ومحبطين من المباراه الاخيره امام السنغال حاجات كتير جدا وتركيز قليل وكان ده كله فقدر الله ما شاء فعل لكن ترجع بردك عاده النادي الاهلي في الروح القتاليه والنفس حتى النهايه النفس الاخير حتى النهايه ويصنع الفارق في مباراة الهلال اللي كل مصر كانت بتفتخر مبسوطة كابتن من النادي الاهلي مبسوط طبعا جدا لا لا بقول لك انا يهمني كلامك جدا انت عارف اقسم بالله انا بقى مبسوط يعني عايز اقول لك على حاجه الاهلي او الزمالك ما بيجي يلعبوا بيمثلوا مصر صحيح كلنا في ظهرهم وكلنا وراهم وعايزينهم زي ما المصري دلوقتي يا كابتن انا هقول لك على موقف سريع كده هقول لك على موقف سريع انا كنت مدرب في السعوديه في التسعينات وكان المنتخب مصر بيلعب بطوله العرب كانت في سوريا وكنا بنلاعب المنتخب السعودي المنتخب السعودي كان قوي جدا سعيد الاويران وفؤاد انور كانت طبعا فرقه تقيله فرقه جامده نجوم السعوديه طبعا وكسبناهم بجون حسام حسن اللي هو كاس العرب ده كابتن كاس العرب انا بكيت ليه لان دي مصر الاهلي ما بيلعب مصر الاهلي بيلعب السعوديه بلد شقيقه وبلد جميله وكلنا بنعتز بيها وبنحبها لكن مش احبك اكتر من نفسي صحيح لا انا عايز النادي الاهلي يكسب فالنادي الاهلي مش كسب بس النادي الاهلي عمل سيمفونيه جميله بصراحه عمل عزف مقطوعه جميله جدا
تليق باسم مصر وباسم الكرة المصرية. فعشان كده كلنا سعداء النادي الأهلي عمل سكور، وكان في كلام الكابتن رمضان كان ممكن النادي الأهلي يعمل هيفي سكور. بالظبط، محدش كان متوقع. هو ده برضه هيفي برضه طبعا أربعة ممكن أكتر شعبية جدا. بس برضك لازم نقول حاجة مهمة جدا، إن سيناريو المباراة نفسها برضك كان فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني النادي الأهلي يجيب جون في أول سبع دقايق ويروح مطرود من عندهم واحد. النادي الأهلي بدي 14 تقريبا يروح جايب الجون الثاني يروح مطرود من عندهم واحد ثاني. ادت اريحيه خلاص كبيره للمباراه. خلصت النادي الأهلي المباراه خلصت عندهم نفسيا، وعند النادي الأهلي عيله نفسيا كسبان 2-0 وفرقه بتلعب ناقص 2. فادت انت عارف الشوط الثاني النادي الأهلي انا عديت له 24 تمريره. حاجه عظمه، حاجه جميله، حاجه محترمه طبعا من الناس. اتمنى ان ده ينطبق او ينطبع على منتخب مصر في المباراتين الجايين. لان خلي بالك كابتن فاروق بقى يعني قبل ما هنستفيد، لكن عايز اقول لك مش عايزين نستهين، ولسه كنت بتكلم مع كابتن رمضان بره، مش عايزين نستهين بالسنغال. السنغال تيم قوي، السنغال كل ناس، بس احنا بنقول ايه، هم اخذوا دي احنا هنطلع بقى كاس العالم. لا مش كان ده الاجتهاد وانك تركز، عايز تعب وجهد عالي جدا. انا سعيد بكلامك كابتن، وده يخليني برضه راي حياتك واحد من ابناء النادي المصري طبعا. يعني طبعا فرحتك بالنادي الاهلي ده شيء مهم جدا. هطلع لفاصل ونرجع مع كباتن مصر. عايز اتكلم على ماتشات النهارده، انا ابتدي بالمصري وبعد كده ان شاء الله نتكلم على بيراميدز في الكونفدراليه. واكيد ماتشات النهارده تهم جميع النادي المصري بالتعادل، ده نقطه مهمه جدا في مشواره ان شاء الله للصعود للمرحله المقبله بالنسبه للنادي المصري، وايضا بيراميدز وفوزه بثلاث نقاط مهمين ايضا لنادي بيراميدز. هطلع فاصل وكملين مع حضرتك. كملين مع حضراتكم. خلينا يمكن النهارده مباريات الكونفدراليه، طبعا فرقتين من مصر كانوا بيمثلوا الكره المصريه في هذه البطوله دور المجموعات، وتعادل سلبي لفريق المصري في خارج ديار طبعا امام القطن الكاميروني في الكاميرون، والتعادل السلبي نقطه حلوه بتبقى موجوده في بدايه مشوار، اعتقد مرضيه لجماهير النادي المصري والجهاز الفني للنادي المصري. وايضا فوز كان مهم جدا لبيراميدز النهارده على اهلي طرابلس، في طبعا على ارضه النادي بيراميدز النهارده كان بيلعب على ارضه، وبالتالي طبعا ثلاث نقاط. مشوار الفرق الافريقيه المصريه في بطولات افريقيا اعتقد ماشي بشكل جيد، ينقص طبعا النادي الاهلي هو اللي ما لعبش حتى الان في هذه البطولات دوري الابطال، وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في الجمعه القادمه. خلينا نتكلم على المصري النهارده والتعادل السلبي 0-0. كابتن استاذنك نروح للكابتن حسام طبعاً. ونبتدي بكابتن حسام في المصري النهارده، رايك في الاداء وهل نتيجه مرضيه بالنسبه انا بقول انها مرضيه طبعا نتيجه مرضيه لانها خارج مصر بتلعب في الكاميرون بتلعب فرقه لها تاريخ برضك، يعني القطن الكاميروني ليه باع وليه اسم وصيت امام النادي الاهلي وفي في 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 البطولات الافريقيه فانت بتلعب على هذا الكلام يعني. لكن طبعا القطن الكاميروني مش هو القطن الكاميروني بتاع سابقا، هو بيحاول يرجع بس لكن هو بيحاول برافو عليك يحاول يرجع. لكن النهارده انا سعيد ان فرقه النادي المصري متماسكه واقفه على رجليها رغم رحله العذاب الطيران للكاميرون، لكن واقفين على رجليهم كويسين. اشتراك بعض اللعيبه الجدد اللي هي انضمت في الصفقات الشتويه خاصه اللي هو هيثم العيوني وياسر حامد الاثنين المساكين، والنادي المصري كان بيعاني الى حد كبير في المنطقه دي بالذات. النهارده المنطقه دي تحس ان فيها نوع من الاطمئنان، الاطوال كويسه، الكرات الارضيه، حته التمركز الاثنين مع بعض ماشيه كويس. في ميزه كمان في هيثم العيوني اللي جاي من تونس ده اختيار دفاعيا هو طبعا كمان في تكتيك بيتعمل حلو سريعا كده ان الولد ده اصلا بيلعب باك شمال، فهو بيلعب مساك عشان الطول وعشان حته الارتكاز كويس، فبيفتح ساعه ما يبقى معانا الهجمه بيشتغل هو بيفتح بيبقى زي باك ليفت وبيزق شديد قناوي اللي فوق. فالنادي المصري النهارده شكله كويس، فرصه اكتر من فرق من فرص القطن الكاميروني، كان سهل ان هو يكسب المباراه. راح في جرأه هجوميه كويسه، في انياب على عكس يمكن التانيين ما عندهمش الا حته بس الشمال فيها شويه النشاط من عند كريم العراقي، ولازم كريم حد يكلمه وينبهه ان لازم يتمركز كويس شويه في حته المدافعه، يعني هو يمكن كريم بيركز في حته اكتر من النواحي الدفاعيه، فدي بتبقى مشكله بالنسبه لنا. فالحمد لله مرت بسلام رغم ان النهارده ملعب النهارده كمان كويس، كان ملعب ممتاز. والنهارده انا بعتبر نجم المباراه في النادي المصري وجريندو،
كان حاله غير طبيعيه، حالته كويسه، حالته جيده، تمركز جيد من فريد شوقي وعمرو موسى في نص الملعب، عطي اريحيه للناس اللي فوق، عنتر وجريندو وإيلياس الجلاصي ومعهم عمرو مرعي، ان هم ينتبهوا في النواحي الهجوميه. وصلوا وراحوا وعملت العرضيات كويسه بشكل كويس، ادى مباراه طيبه 90 دقيقه. اتمنى ان شاء الله مباراه طبعا هي دوري بالنقاط، انا طبعا اتمنى ان شاء الله يعني برضو بتشتغل على استراتيجيه ان ازاي تلم كده، انك تتعادل بره وتكسب في ملعبك، هي دي توصلك ان شاء الله لاحسن اول وثاني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، يعني خلينا كابتن اسالك، مدير الفني لما يبقى عنده علم بالكره الافريقيه، ويمكن معين شبيه شويه بموسيماني لما نادي الاهلي جابه، اعتقد النادي المصري برضو بنفس الفكر، انك داخل بطوله افريقيا فبالتالي بتستعين بمدير فني، هل ده اشتغل بيه النهارده معين في مباراته كابتن امام الاوروبي؟ اكيد الخبرات الحقيقه اللي معين الحقيقه واخدها من الفتره اللي فاتت وماسك الترجي، واخد بطوله، واخد احسن مدرب في افريقيا، واخدها بطولتين كمان ورا بعض، خلي بالك مرتين ورا بعض، فهو طبعا عنده خبرات الحقيقه كبيره جدا. ويمكن انت حتى تحس ان انت وانت بتشوف معين شعباني وهو بيدير المباريات الافريقيه غير معين شعباني اللي بيدير المباريات المحليه، لا الخبرات اللي عنده الحقيقه في الحته دي، بيعرف يقرا الفرق الثانيه بشكل كويس قوي، بيعرف يحط طريقه لعب وتكتيك يلعب بيه المباراه وتغييراته في المباراه الحقيقه، اداره 90 دقيقه نفسها بيدارها بشكل كويس قوي، دي كلها خبرات ودي فرقه معاه الحقيقه. طيب خليني اقول لك كابتن، النهارده الجزء الهجومي، وانت النهارده برضو انت بتلعب على انك ترجع بنتيجه ايجابيه، لكن التطور الهجومي النهارده للفريق المصري كان كافي ان هو ممكن يخطف يعني ثلاث نقاط كابتن؟ هو جات له فرص، يعني هو الاكثر فرص من القطن الكاميروني الحقيقه، يعني جات له كذا فرصه ان هو كان ممكن يخلص، لكن هو برضك ما كانش في تفكيره ان هو دايس في النواحي الهجوميه، صح؟ يعني لو هو دايس في النواحي الهجوميه كان خلص الماتش، لان هم كان عندهم ثغرات. فريق طماعك يا كابتن برضو، يعني انت المفروض كنت تطمع كلامك صح، لكن برضك انا قريت معين الشعباني، انا اسف كابتن رمضان، لا 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 لا، انا قريته من التغييرات في ايه بقى؟ بص على التغييرات هقول لك ازاي. احمد حمودي بلاي ميكر، الياس الجلاصي اللي بلاي ميكر، سحب الياس وحط حمودي، يعني بلاي ميكر ببلاي ميكر، سحب عمرو مرعي ونزل اوستن اوموتو تمسك كوره، مهاجم بمهاجم، حتى بس كمان الامكانيات دول ان هو تمسك الكوره اكتر يا كابتن، حتى كمان طمع في النواحي الدفاعيه اكتر او ملء نص الملعب اكتر من ان هو يركز في النواحي الهجوميه زي ما انت بتقول علشان يطمع في الماتش، ما نزل ايزي ايميكا وده راجل ديفندر في نص الملعب مكان عنتر اللي هو في النواحي الهجوميه، ده تغييراته تدل على ان هو راضي، او لو جبنا جون خير وبركه، بس ما افتحش ما يجازفش اتفضل. لكن هو فعلا لو كان حاطط في التفكير بتاعه ان هو عاوز يلعب على مكسب، بعد بالظبط 20 دقيقه او 25 دقيقه من بدايه المباراه كان قرا بشكل كويس قوي ان انا اقدر ان انا اجيب جوان، اقدر ان انا اعمل كثافه، واقدر ان انا ازود في النواحي الهجوميه، هقدر اكسب المباراه. لكن هو يمكن برضو ما جازفش. طب سؤال كابتن حسام، ممكن هو على علم اكتر بنادي مصر، هل دكه البدلاء تسمح بوجود بعض اللاعبين انه يغيروا الشكل الهجومي اللي موجود في نادي مصر كابتن؟ تسمح يعني تسمح ان هو كان ممكن يخلي عمرو مرعي في الملعب وينزل اوستن اوموتو. عمرو مرعي عنده ميزه في ان هو ممكن نيجي من طرف من الاطراف ويشتغل مع راس الحربه، يعني كانك تلعب براسين حربه، ومعهم جريندو ينشط الجنب اليمين، ممكن اسحب عنتر واخلي عمرو مرعي ناحيه الشمال وانزل اوستن اوموتو هو المحطه وهو راس الحربه. يبقى انا فعلت النواحي الهجوميه او طورت زي ما الكابتن بيقول، اطور النواحي الهجوميه براس حربه محطه ومن تحت منه بيدور من حواليه عمرو مرعي، يبقى عمرو مرعي يبقى فيرويد ومعاه اوستن اوموتو فيرويد تاني. ده التشكيله كابتن، وحتى البدلاء موجودين امامنا على الشاشه. طبعا ده التشكيل احمد مسعود واحمد شديد القناوي وهيثم العوني، وده اول ماتش ليه مع نادي المصري كابتن. ايوه اول ماتش دول ياسر حامد، كريم العراقي، عمرو ياسر حامد برضك اول ماتش، ياسر حامد طبعا، محمد عنتر، الياس الجلاصي، ومحمد جريندو، وعمرو مرعي. تغير طبعا احمد حمودي مكان الياس، وايزي ايميكا مكان عنتر، واوستن اوموتو مكان عمرو مرعي. اعتقد يعني هم دول حسين رجب كابتن يعني لا حسين بعيد عن المباريات بس يعني انا اللي فرق بردك النهارده كان ممكن يديك قوه كويسه وفعاليه جيده حسن علي
يعني وجود حسن علي بس هو عشان مصاب ما لحقش بالماتش ده. لو حسن علي كان موجود النواحي الهجوميه كان نواحي كويس، برافو عليك، لانه بيجمع بين حاجتين، ان هو بيهاجم صح يعمل لك اوفر صح، وفي نفس الوقت عنده حته المدافعه لانه لسه صغير، عنده حتى عنده الكور الثابته كان بيلعب كويس صحيح، يعني مميزات كتيره انت افتكرتها. مشوار المصري شايفه كابتن يقدر يقدر ان شاء الله. طيب هل الملعب هيكون عائق بالنسبه للنادي المصري؟ يعني انتوا شايف الماتش الجاي يعني في مطالبات من مجلس الاداره؟ الماتش الجاي هيتلعب على قناه السويس؟ هيتلعب، لا مش الماتش الجاي، مش هيلحق، لان عايزه اجراءات مع الاتحاد الافريقي يعني عايزه شويه وقت، فمش هنلحق الماتش الجاي. الماتش الجاي هيتلعب في اسكندريه برج العرب، بعد كده ان شاء الله هيبقى في استاد هيئه قناه السويس باذن الله. المفروض يبقى في جماهير، المفروض يا كابتن. ده 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 وجوبي يعني، وجوبي طبعا وجوبي في المجموعات، وجوبي يعني في المجموعات ان شاء الله الجماهير تبقى موجوده، فان شاء الله يبقى في لا هيفرق كتير. خلي بالك كابتن، فكره انك في بطولات افريقيا طبعا الجمهور ده بيفرق، والدوري كمان متعته كمان برضه لازم، بس طبعا احنا واخدينها واحده بس، هي خلاص الامور خلاص هتبتدي تفتح يعني. يعني حتى الدوريات الاوروبيه كلها فتحت خلاص، فتحت ساعه الاستادات كلها، مش مش نسبه يعني، احنا عندنا مش كورونا بس يعني، عندنا برضه فكره ان انت ازاي تهندل الجمهور بقى اللي داخل يستمتع بفريقه ودون النظر للفريق الاخر، انك تتكلم على الفريق ده مهم جدا، جمهورنا بس يبقى ايه واعي للموضوع ده، عايزين نستمتع بكم في الملعب وفي نفس الوقت. طيب بيراميدز كابتن رمضان النهارده رايك في ايه؟ ويمكن خطا دفاعي في الشوط الاولاني خلى الاهلي يتقدم خطا، انا ممكن شفت الهدف يعني انت المفروض كمدافع ما بتيجي تطلع الكوره ما بتطلعش يعني كده، انت شفت كابتن؟ ايوه طبعاً. طبعا فرايك في المباراه وعوده بيراميدز للمباراه كابتن من وجهه نظر؟ هو الحقيقه يعني هم بداوا البدايه اللي هي يعني بدايه حوالي 15 دقيقه بدايه ما كانتش كويسه، دخل فيهم جول فيها وخطا، وكان ممكن كمان فرصه تانية، لكن هم على مدار ال 90 دقيقه الحقيقه بعد كده هم مسيطرين واضاعوا فرص كتير جدا. يعني النهارده بيراميدز الحقيقه اضاعوا فرص كتير جدا، وحاجات في الايم دوت وفي الايم ده، والجول بيتعامل معاها، لا اضاعوا، كانوا مسيطرين، وكان النهارده الحقيقه عبد الله كان عامل دور صناعه اللعب بشكل قوي جدا جدا الحقيقه النهارده. يعني انا بقول كمان ان عبد الله يمكن مع بيراميدز ما عليهوش ضغوط، زي الراجل اعتزل دولي، هو اعتزل دولي ما عليهوش ضغوط يعني. زي ما بقول لك برضو يمكن في نقطه، انا في رايي اول ما تعاقدوا مع ايهاب جلال الحقيقه انا قلت ان في فرصه كبيره جدا 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 ان نادي بيراميدز يحصد البطوله الكونفدراليه، لان اهم المدربين الحقيقه اللي اثبتوا وجودهم المدربين الكبار اللي موجودين. بس انا لغايه دلوقتي في مشكله، في مشكله حتى انت لما تيجي بتعمل تقييم الحقيقه على الفتره اللي فاتت مثلا في دوري الرابطه الحقيقه بيراميدز مثلا مغلوب 3 ماتشات من الاربع ماتشات، وما اعرفش حاسس ان السيطره ما هي البطوله، ما اعرفش كان احساسي بالنسبه لبعض الفرق الكبيره الاهلي والزمالك وبيراميدز كابتن يعني هم خرجوا منها يعني ما يعني بس ممتازه ايا كان بقى الوضع ليها فايده كابتن كبير. اتفضل كابتن. فالحته دي انا في رايي ان ايهاب جلال قادر ان هو يسيطر على مجموعه النجوم دي وياخد بيهم البطوله، مش بقى يبقى زي الموسمين اللي فاتوا الحقيقه بيخسروها بمنتهى السهوله. لا بعد ما يقطعوا شوط كبيره كده طبعا طبعا. يعني في برضك يمكن لعيب عندهم الحقيقه اعتقد انت تعرفه يا فاروق، محمود صابر. محمود صابر ده انا كان كويس قوي كابتن، شفته في كام ماتش كده معاهم جدا جدا، وهداف بيسدد من 30 يارده و40 يارده وبيعرف نفس فكره ابراهيم عادل برضه نفس التيب كده يعني. يعني انا يعني مش عارف يعني ايهاب ما بيستفدش منه ليه، لعيب مميز جدا جدا جدا، ولو استفاد منه لا هينقله يعني هيعمل لك التلت الهجومي ده خطوره كبيره جدا، خصوصا كمان ان النهارده رمضان مش موجود بالظبط اصابه. طبعا يعني انا كنت شايف ان هو طبعا ابراهيم عادل من اللعيبه طبعا اللي اثبتوا وجودهم في الفتره الاخيره الحقيقه. عندهم اسلام عيسى برضو في حته اليمين الحقيقه برضك بيعمل حته الجناح بشكل كويس، وهو اللي احرز الهدف الاولاني اسلام عيسى الاول وكارتي الهدف لكن هم كانوا ممكن يعملوا فوز بسكور كمان، لان اضاعوا فرص كتيره جدا جدا. الاهلي نفسه كابتن كان اهلي طرابلس كان جاي النهارده لحد كبير عايز يلعب على اللقطه الدفاع ويلعب على الهجمه المرتده زي ما انت بالظبط. طيب كابتن حسام ده التشكيل، وهل شفت كابتن المباراه ولا انا شفت بالظبط؟ كنت لسه بحكي مع الكابتن 35 دقيقه عشان نزلت عشان اسافر طبعا عشان اجي. فال 35 دقيقه
عكس اللي انت بتقوله ان الفرقه الاهلي بطرابلس جاي عشان التعادل، لا انا شفت الفتره دي فرقه عندهم لعبه كويسه، عندهم فرقه كويسه، عندهم لعبه كويسه، بيلعبوا لعب جماعي كويس جدا. والفتره اللي جابوا فيها الجون كانوا اعلى ليدنج، كانوا ليدنج على بيراميدز كامل كانت يعني لما تيجي تجمعها لا طبعا بسبب طبعا الهدف اللي جه طبعا بالظبط كده ال 68 ولا بالظبط صح. فعملوا الشو بتاعهم في حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه، لكن بعد كده انا تلاقيت ان فرقه بيراميدز بدات تمسك كوره، بدات تمتلك كوره، بدا ابراهيم عادل يتحرك واسلام عيسى يتحرك، يعني بدا في شغل بتاع بيراميدز وعبد الله سعيد برده عشان ما ينكرش دوره كان برده قائد في الملعب، فكل ده تبلور بعد الهدف ما دخل فيهم. زي ما كنا حصل نوع من الاستثاره، انت ضربتني بوكس فبدات اشتغل على الايه ان انا اعوض البوكس ده، رد الفعل بالظبط. لكن هم يعني اعتقد ان مكسب كويس طبعا. طبعا شوفكم بقى كابتن انتوا الاثنين كده في النهايه ده حاجه كويسه. طب خليني اروح للاستاذ حسن عمار عضو مجلس اداره نادي المصري ورئيس البعثه الخاصه بفريق المصري بالكاميرون، واكيد يعني نساله على المباراه، وكان يمكن هو معانا امبارح قال ان شاء الله هنعمل مباراه جيده ونعمل نتيجه جيده. استاذ حسن تحياتي ليك. تحياتي كابتن محمد، وتحياتي لكابتننا الكبير كابتن حسام كويبا وكابتن رمضان السيد وكل المشاهدين. يعني هل النقطه مرضيه لحضراتكم وانتم موجودين، وشايف الاداء ازاي النهارده من خلال تواجد حضرتك في ارضيه الملعب بشكل طبعا مباشر؟ يعني والله الحمد لله لا يعني لحد كبير نقطة مرضية والنتيجة إيجابية. يمكن هنقسم المباراة على الشوطين، ابتدينا الشوط الأول بشكل قوي وضغطنا وقدرنا يعني نوجد فرص، لكن للأسف لم يتم استغلالها، ما كانش فيه فينش كويس. أنت عارف إحنا كنا بنلعب الساعة 2 الظهر، درجة الحرارة تقريبا كانت 40 والرطوبة عالية جدا، وكان فيه نقص كبير في الأكسجين. فبالتالي في الشوط الثاني مع مثلا من دقيقه 65 كده ابتدى المخزون البدني ينفذ، والحاله البدنيه ابتدت تقل شويه، فما قدرناش نكمل بنفس الشكل القوي. وبالرغم كده احنا جالنا فرصه في اخر المباراه من هاموتو كان ممكن يديها لحمودي ويطلع بيها انفراد، لكن الحمد لله نقطه جيده في بدايه المشوار. وعندنا مباراه متلاحقه ان شاء الله الفتره اللي جايه، اتمنى ان شاء الله ان احنا باذن الله. هل وصلتوا لاي تفاصيل عن المباراه القادمه وملعب اللقاء ولا لسه استاذ حسن؟ انا سالتك امبارح قلت لي ملعب المباراه زي ما هو لسه هيبقى برج العرب. تمام. لان احنا طبعا الموافقات لملعب هيئه مصر للسياحه اعتقد فيه عده موافقات يعني اولها من وزاره الداخليه ومن الاتحاد الافريقي، لان احنا برضو كنا مقدمين على ملعبين او ثلاث ملاعب في بدايه البطوله، فبتحتاج موافقات بعد كده ان شاء الله من الاتحاد الافريقي، فبس احنا شغالين في الموضوع ده. لكن زي ما قلت لك امبارح احنا صعب جدا ان احنا هرجع انا بكره تلعب بطيران داخلي لمدينه دواله، ثم هنرجع على القاهره يوم 15 بعد بكره، نوصل الساعه 10 بالليل. صح. هيبقى صعب قوي ان انا بعد اقل من 36 ساعه العب مباراه مع سيراميكا، ثم ان انا جاهز لماتش مازيمبي المهم. يعني طبيعي ان انا لو لا قدر الله لعبت يوم 17 هريح اللعيبه اللي لعبت يوم 18، فبالتالي ما عنديش غير يوم 19 عشان يوم 20 الماتش اتمرن فيه، وده عامه بيبقى تمرين خفيف. فاحنا محتاجين كل الدعم. طب انتوا قدمتوا طلب رسمي بالتاجيل يا استاذ حسن ولا من رابطه الانديه او من لجنه المسابقات او من اتحاد الكره؟ عشان نقدر. بس خليني برضو ارجع لك المباراه. بصراحه يعني النهارده بشكر اللعيبه والجهاز الفني على 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 الاداء المحترم اللي قدموه، كان في روح عاليه في الماتش. يعني كسبنا النهارده اثنين جداد دفاع، هيثم لوين وياسر حمد، وهم كانوا لسه اول مباراه ليهم مع النادي المصري، وان شاء الله يكونوا مكسب. وكان عندنا اصابات واللعيبه اللي موجوده قدرت تعوضها، كان عندنا حسن علي واسلام صلاح، واللعيبه اللي موجوده الحمد لله قدرت تكون على قدر المسؤوليه الحمد لله. وان شاء الله زي ما بنتكلم دايما كده النادي المصري يعني ان شاء الله يكون في المنافسه لغايه الرمق الاخير. نفسنا نحقق حلم البطوله عشان جماهيرنا تفرح، لانها جماهيرنا تستحق هذه الفرحه باذن الله. يعني بكل مجهوداتنا نسعى ان شاء الله ان احنا نحقق هذا الحلم ان شاء الله. طيب استاذ حسن، انا كنا بنتكلم على ماتش القادم امام سيراميكا، هل اداره النادي المصري قدمت يعني بطلب رسمي بتاجيل المباراه القادمه ولا حتى الان بس الشخص طبعا احنا قدمنا من اكثر من 5 ايام طلب رسمي. تمام. لم يتم الرد عليه حتى الان. كان في تليفونات يمكن مع الحاج عامر حسين
وكان في مقابله مع الكابتن حازم امام ومع اللواء ثروت سويلم، واللواء ثروت سويلم وكابتن حازم امام كانوا مؤيدين طبعا لفكره تاجيل المباراه. خليني اقول لك بس ان احنا وسيراميكا ما عندناش لعيبه دوليه، فاحنا سهل ان احنا ممكن نلعب في التوقف، ده حل بسيط وسهل ممكن يحل المواضيع، لكن نتمنى بعض المرونه من لجنه المسابقات والحاج عامر حسين في هذا الموضوع. انا عارف ان في ضغط مباريات كبيره وهو عليه مسؤوليه كبيره في موضوع جدول الدوري وان الدوري يخلص في ميعاده، لكن هو مش قران، احنا بنلعب باسم مصر، محتاجين الناس كلها تبقى واقفه في ظهرنا، والحلول سهله وبسيطه وان شاء الله يتم الاستجابه ليه. احنا منتظرين الرد بكره صراحه ان شاء الله، احنا متابعين مع حضراتكم ان شاء الله الرد، ان شاء الله نشوف الوضع الخاص للنادي المصري تيجي بالسلامه ان شاء الله استاذ حسن طبعا وبعثه النادي المصري. طيب بما احنا بنتكلم على التوقف الدوري ومنتخب مصر بقى والتوقف وفرصه ان لو ده الماتش ده يتلعب، ما اعرفش هل قانونا يمشي ولا الامور تمشي ازاي، حاج عامر حسين هو اللي بقى القادر على هو اللي بيحسم. حاج عامر راجل محترم وجميل وراجل كمبيوتر بصراحه بالنسبه للمسابقات، لكن انا برضه السنه دي ضغط جامد. هو كان شرحه يوم فاكر القرعه بتاعه الدوري، قال يعني شرح كل ده، لكن لا وفضل في البرامج يطلع، يعني اي ماتش هيتاجل هيواجه صعوبات. بس بص كابتن فاروق برضك يعني احقاقا للحق، يعني النادي المصري له الحق في هذا نتيجه الثلاث. بص ان احنا هنوصل، خلي بالك بكره 14 الاثنين البعثه، عشان في رحلات يومين في الاسبوع بس، فالبعثه هتوصل يوم الثلاث اللي هو يوم 15 بالليل، والماتش 17 بالليل، وانت عندك 17، يعني انت هتوصل بالليل هتريح ثاني يوم عشان تلعب الماتش، وهتسافر اسكندريه عشان تلعب مع سيراميكا يوم 17 خلاص، وبعد ما تلعب 17 هتلعب مع مازين بيوم 20. فهنا برضك النادي المصري، انا بعذر الحاج عامر بصراحه طبعا. راجل محترم وجميل، لكن برضك النادي المصري لازم نفكر له في الجزئيه دي يعني. وقال نقطه حلوه حسن عمار، ان النادي المصري ما فيهوش لعيبه دوليه في التوقف اللي جاي بتاع مارس بتاع المنتخب. انت ممكن تلعب مع سيراميكا، وسيراميكا ما عندهاش تقريبا حد يعني لعيبه دوليه برضو ما عندهمش حد في المنتخب، يعني ممكن تلعب انت. معلش كابتن انا كنت عايز بقى طب حلو وانت بتتكلم، ليه من النادي المصري بقوته الكبيره كابتن ما فيش لاعب من النادي المصري في المنتخب مصر من وجهه نظرك كنجم كبير ونجم من نجوم النادي المصري كابتن؟ والله انا اتمنى، بس انا لو هتقول لي هقول لك في ناس تبقى مؤهله ان تبقى في منتخب مصر، حسن علي ده ان شاء الله، بس هو طبعا لسه مشروع ان هو يبقى حاجه كبيره ونجم كبير ان شاء الله، بس هو مشروع كبير خلي بالك وافتكر الكلام ده. حسن علي يعني انا بعتقد ان هو هيبقى في منتخب مصر. النادي المصري، النادي المصري في اتنين راحوا منتخب مصر بس للاسف هم اتنقلوا من النادي المصري، عمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت. مظبوط، يعني دول كانوا اصلا في النادي المصري من شهور، وهو في حاليا يعني النادي المصري هو صاحب الرؤيه وصاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان الولدين دول ينتقلوا في منتخب مصر. تمام. هو في كمان كريم العراقي الحقيقه كان مع المنتخب الاولمبي كان عامل مستوى عالي جدا جدا جدا، بس المشاكل اللي حصلت بينه وبين النادي المصري فتره يعني يمكن خرجته بره التركيز. صحيح صحيح، حته التجديد من عدمه دي اللي بعيدته شويه. طيب ما دام اتكلمنا عن منتخب مصر كابتن ما نقدرش ما نتكلمش عن المباراه القادمه والمباراه الحاسمه بالنسبه لنا، دي ده اهم شيء يا كابتن والله. يعني شايف ان المنتخب يعني وتجهيز مستر كوش، وده اكيد تجهيز مختلف عن بقى بطوله الامم الافريقيه، لانك بتتكلم في ماتشين، ماتشين الا يفرح امه صحيح الا يحزنها زي ما كنا احنا زعلنا في زي ما خسرنا النهائي، ان كان طبعا جهد كان مبذول كبير وجهد طبعا اكيد الفريق واللعيبه عليه، لكن ازاي هو يعني كراجل يحضر المباراه زي كده كابتن، خصوصا انت لسه لاعب معاهم يعني اهو من ايام يعني بنتكلم او لو نيجي نحسبها شهرين، الراجل هيشتغل ازاي كابتن وجهه؟ طيب الاول لازم نقيم منتخب السنغال بشكل كويس قوي. احنا كلنا شفنا منتخب السنغال من اقوى المنتخبات اللي كانت موجوده في البطوله، بيمتلك طبعا التيم بتاعه كله بيلعب في دوري اوروبي صحيح، وأندية كبيرة جدا وفي تمكن وفي قوة وفي سرعة وفي هم عايزين والحاجات دي كلها، لازم نعمل حسابها بشكل كويس قوي. احنا برضو فاروق في الحقيقة في الكاميرون احنا كنا بنعمل الجزء او التنظيم الدفاعي كان معمول بيتعمل بشكل كويس قوي صحيح، لكن التنظيم الهجومي الحقيقة او شغلنا في التلت الهجومي لا ما كانش معمول بشكل. اولا احنا بنمتلك في التلت الهجومي افضل لعيب في العالم صح، احنا مش عارفين نلعبه لان ما فيش حد في بيعمل صناعه لعب في المنتخب مصر يعني. طب ما الطريقه كانت هو اللي هو اللي صح للصناعه، ما انا يعني يمكن انا هقول لك حاجه فاروق، انا في رايي يعني
وهيعمل لنا نقلة أحمد عبد القادر. طبعا أحمد عبد القادر عنده الاثنين، عنده أنه يعرف يعمل صناعة لعب، وعنده كمان أنه هو يعرف يكمل وفي سرعة وفي مهارة بشكل كويس قوي. بس إحنا لازم الحتة دي نشتغلها بدري، يعني لازم نجهز الولد وفعلا نجهزه في نادي بقى كابتن، لانك ما عندكش بقى قدره انك تجمع لعيبه. انا بتكلم برضك لان احنا كنا بنتكلم يا فاروق في فترات كنا بنتكلم على لعيبه ان هي المفروض تلعب كاس العرب وما كانتش بتلعب. فاحنا بنقول من دلوقتي لازم يبقى بالفكر كده، يعني لازم يبقى فكرنا احنا عندنا يمكن مصطفى محمد الحقيقه في الخمس مباريات اللي لعبهم اعتقد مصطفى محمد يعني ما اداش في الحته الهجوميه بالشكل اللي المفروض يبقى ده مهاجم مصر منتخب مصر يعني. ودي وجهه نظر كابتن وجوده ضروري. لا ما لا مش عايز كلام، ما انا هقول لك بس حاجه، انا هقول عشان التهديف يعني كابتن ولا عشان خلي بالك احنا مروان محسن قعد فتره طويله كابتن من غير تهديف مع منتخبنا والناس كانت بتنتقد، لكن كل المدربين كانوا بييجوا يشاركوه بناء على وجهه نظرهم في ان هو بيعمل شيء معين داخل الملعب، ولا انا غلطان يا كابتن؟ لا لا انت كلامك صح. وهو خلي بالك التكتيك دلوقتي اللي موجود اللي يخص منتخب مصر بالذات ان انت بتلعب بمحطه علشان اللي جاي من تحت هو ده اللي يهدف. يا جماعه ما احنا بنتكلم على تطوير هجوم، انا معاك حاجات ما نقولش حاجات وهي ما بتتعملش. يعني ماشي هتقول لي مصطفى محمد عشان ما حدش بيروح يا جماعه. صحيح. احنا هقول لك حاجه، احنا اقل فرقه راحت للمرمى المنتخب المنافس في البطوله كلها، اقل فرقه راحت. احنا لو تعد احنا عدد مرات اللي احنا سددنا فيها وعدد مرات اللي احنا روحنا فيها انفرادات. لا يا جماعه لا، والماتش ده مش محتاج يعني انت حتى ما تروحش بالعدد ده. احنا دلوقتي احنا في لا نكسب لا نخسر، هي مش محتاج انت بتجمع نقط، ده انت الماتشين دول تكسب تروح كاس عالم مجموعهم يوصلك كاس لا عالم. اما تخسر وتخرج بره وفرصتك الاولى طبعا. فهي انا النهارده مصطفى محمد يا كابتن حسام يا فاروق في كل مبارياته انت بتنزله تحت عشان يعمل واجب دفاعي، تديله واجب دفاعي اخد بالك، وبتنزله في الحته اللي هو بعيد عن الحته اللي هو مميز فيها. احنا كنا في الفترات حتى اللي احنا كنا بنعتمد ان احنا ممكن نعمل الكروس بزيزو كنا بنطلع مصطفى محمد. فيا جماعه لا يعني انت يعني هقول لك حاجه، محمد شريف امبارح رغم الظروف اللي هو مرت عليه ان هو مثلا مش واخد ثقه كروش وحتى بنزله مثلا مباراه بيخرجه نفسيا لكن ليه تواجد على المرمى ليه تواجد على المرمى. فالحته الراجل مش مقتنع الحته ما هو انا يعني انت يعني واضح يا كابتن اعتقد للناس ما هو يعني واضح ان الراجل مش ما هو ماشي ما انا بتكلم في حاجه بس بدليل يا كابتن نزل مروان حمدي ما نزلش ماشي 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 انا بتكلم على ايه يا فاروق؟ انا بتكلم دلوقتي على انت الصح اللي اتعمل. انت النهارده لعبت خمس مباريات انت بتروحش الجول، عندك افضل لعيب في العالم موجود حاليا دلوقتي ما حدش بيلعبه ما حدش بيوصله، ده انتوا بتقولوا لمحمد صلاح انت اللي تصنع اهداف انت اللي تصنع لا 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 لكن لا لو دوت انت حطيت له حد يشغل محمد صلاح زي ما بيشتغل في ليفربول ما هيجيب لك اجوال كتيره، هيجيب لك اجوال وهيروح للجول وهيصنع اجوال. وعلى فكره كابتن يعني وكابتن حسام شاركنا هم كمنتخب السنغال رؤيتك للماتش اللي فات هم عارفين ده، وبالتالي اول ما صلاح كان يمسك الكوره باتنين اتنين خلاص طبعا انت عارف بقى كوليبالي بقى والاتنين طبعا ده معاه وحوش صح بالظبط. فهي ازاي انت تحل نقطه التطور الهجومي ده؟ انت بتتكلم في نقطه لازم يبقى فيه نوع من اللعيبه مختلف بجانب محمد صلاح. انا دلوقتي يا فاروق مش هجمع بناط في المباراتين، انا لازم اكسب لازم العب عشان يعني مباراه القاهره لازم اكسب فيها صحيح وتكسب مكسب مستحيل كمان وتحط النواحي الهجوميه بشكل كويس قوي وتحط التطوير الهجومي بشكل كويس قوي عشان نكسب. لكن انت هتحط لي عشان نتعادل عشان نحافظ على نتيجه التعادل مثلا تمام لا. طيب كابتن حسام لو انا عايز اكسب انا عايز بس اعقب طيب ماشي لان الكلام جميل وعجبني جدا خد سؤالي واعقب يا كابتن عليه وارجع لسؤالي تاني هل انت عايز تكسب في ظل قوه الفريق السنغالي وقوه الهجوم اللي عنده باضافه لنص ملعبه وانت كنت بتلعب في ماتش او في المباراه النهائيه بشكل معين وكابتن رمضان قال لك احنا عندنا الجزء الهجومي ما فيهوش عمليه تطوير كبيره في اغلب المباريات ووصولك للمرمى ما كانش بالشكل اللي ممكن نقول عليه قوي، وبالتالي في المباراه دي بالذات لازم يبقى التواجد الهجومي مختلف تماما عن اي مباراه انك بتوصل ولازم هو كابتن هتعمل ايه بقى في ظل القوه الهجوميه اللي موجوده بص تفتح وطريقه لعبه ممكن تكون مختلفه بص كابتن هو طبعا ماتشنا او ماتشاتنا اللي كانت في 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 البطوله مختلفه
تختلف، استراتيجية المنتخب في الماتشين الجايين تختلف عن الاستراتيجية بتاعة اللعب في البطولة كلها. يعني احنا لعبنا مع المغرب ولعبنا مع كوت ديفوار ولعبنا مع الكاميرون ولعبنا في السنغال كله بسيستم واستراتيجية واحدة، ان انت تموت اللعب وتخلي الفرق اللي قدامك دي اللي هم فيه عندهم امكانات عالية والناس محترفة بشكل كويس تيجي يجاروك في بطء اللعب وفي انك انت بتدافع من نص الملعب حاجات كتير جدا، ما فيهاش تطوير هجوم لان دي استراتيجيه انت عندك فيه ضربات جزاء بتوصل فيها في النهايه انت عايز توصل للنقطه دي وفيها تطول التوفيق تطول اللعب تطول مدى اللعب ودي اكبر دليل على كلامي يا كابتن احنا ضرينا فيها خلي بالك بدنيه اكبر من جاي لك اهو اكبر دليل على كلامي ان احنا لعبنا في موسوعة جينس على فكره اتحط ان احنا لعبنا اربع ماتشات باكسترا تايم لكن الماتشين اللي جايين دول انا موافقك تماما بقى كابتن رمضان الماتشين الجايين دول لازم يبقى فيهم تفكير تاني حتى في التشكيل وانا هقول لك ازاي يعني بامكانيات المتواضعه اولا ما ينفعش يبقى فيه تغيير ولعب في الناس اللي انت اخترتها وادتها خبرات الماتشات بتاعت بطوله العرب وبطوله افريقيا الناس اكتسبت خبرات ما ينفعش بقول اشيل فلان واحطه فلان الا في ادرك الحدود اول حاجه يعني زي مثلا واحد زي احمد عبد القادر ده انا واحنا مغمضين كلنا لازم ينضم ويبقى فيه ماتشات قويه بص يا كابتن فاروق كابتن جوهري سنه 90 قبل ما يبدا كاس العالم عمل ماتشات وديه من ضمن الماتشات دي انا بقعد اتفرج عشان اشوف هو عايز ايه فلعب مع رومانيا اسكتلندا لكن رومانيا بالذات رومانيا مسكتنا غسلتنا الشوط الاولاني عارف اللي واقف لك في زورك مش مخليك تلعب باصه والتانية الضغط والبريسات وبتاع عملوه معاك اكبر استفاده كانت لمنتخب مصر لما جاي لعب كاس العالم ادى بشكل كويس حتى ان كان لو كان فيها نوع من نواحي الدفاعيه البحته لكن كنت بتلعب كوره فيها رتم سريع لان اتعودت من خلال الماتشات اللي هي مع رومانيا واسكتلندا الماتشات الجامده دي اديتك دفاعيه كويسه فانا بقول لازم يبقى في ماتشات وديه حتى لو على حساب الدوري العام صعب ما انا بقول لحضرتك انت عايز تعمل نتيجه وتوصل كاس عالم لازم مش تعرق ميه تعرق دم لازم فيه معسكرات كويسة للمنتخب وتجمع كويس حتى لو مثلا يجيب صلاح عشان بحكم ان هو فيه ماشي كابتن الكلام ده خالص يعني ماشي بس لازم مش لازم صلاح ده هو ادالك ادالك صلاح عشان يبقى فيه ماتشات بالعافية انت عندك الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري يعني عندهم بطولات قدر المستطاع لازم يبقى فيه تجمع عشان يبقى فيه على فكرة منتخبات مصر لو تذكرنا كده كابتن تملي بالمعسكرات المغلقة بيجيب نتيجة كويسة النقطة الثانية المهمة وانا ماليش ان انا اتدخل فيه بس انا بقول دي رؤية وانا راجل مشجع بقول مش هينفع يبقى النني والسوليه وفتح وحمدي فتحي الثلاثه يبقوا بيلعبوا في الماتش الاولاني ما ينفعش حتى لو احنا بنقول عشان اصل الباك اليمين وش الباك الشمال وبيبيلوا هنا وبيميلوا هنا اسماعيل صار ماني طبعا لازم بس لازم نلعب احنا بردك احنا نلعب باسم مصر ولازم نلعب في استاد القاهره ان شاء الله وبنلعب عشان عايزين نكسب المباراه ونكسب باريحيه كويسه عشان ما نروح هناك يبقى زي ما عملنا مع الجزائر هناك وهنا في سنة 90 كابتن تم افتتاحه النهارده فلازم يا كابتن فاروق لازم 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 التشكيل تحسس حتى الناس اللي بتتفرج ان انت نازل عايز تكسب لكن لو عملنا التشكيل بتاعنا ده اللي هو اللي لعبنا بيه في لا يبقى احنا ما غيرناش الاستراتيجيه بتاعتنا لكن انت بتتكلم في شكل مختلف في طريقه اللعب امام منتخب السنغال على ارضك وانت في حاجه للفوز بفوز مستريح على الاقل انت قلت ايه في ارضك في ملعبك عايزين نلعب وعايزين نلعب كوره نلعب كوره يا كابتن ونهاجم ونباغت ونهدف قبل مباراه الهلال امبارح يا كابتن حسام يا فاروق قبل مباراه الهلال امبارح هات مثلا الناس كلها اللي شافت مباراه الهلال وتشيلسي مختلف تيم الهلال تيم قوي جدا صحيح. تيم قوي جدا جدا الحقيقه موسيمان امبارح لعب عليه ضغط من اول دقيقه ضغط ايه ده كان بيضغط على حارس المرمى خلي بالك ده مثل كبير جدا على حارس المرمى ده مثل كبير جدا على ماتش مصر والسنغال ما هي دي اللعيبه دي ما هي دي اللعيبه اضغط بس انت بشكل معين انت وصل بقى للعيبتك لا اعمل تطوير للعيبتك وقول لهم انت احنا هنشتغل عاوزين نكسب وهنعمل زياده عدديه وهنعمل كثافه عشان نكسب صح يا كابتن يعني المطلوب من مصطفى محمد في الماتش في بتاعه البطوله ان هو كان ينزل يدافع اوكي لكن في ماتش زي ده لا انا عايزك تركز لان احنا عايزين انك تجيب لنا جون
صحيح. طيب هو عامه المعسكر كابتن هو راجل طلب ان هو يبقى 18 بدل ما يبقى يوم 20 او 21 وبالتالي يومين بس كده. يومين وماله وماله لان انت الاهلي والزمالك عندهم ماتشات في دوري الابطال طبعا وبرده الكونفدراليه طبعا المصري والبيراميدز صحيح. طبعا هو بيواجه مشكله بالاضافه للمحترفين الموجودين مع ديتهم في اوروبا ما يقدرش يجيبهم طبعا. حتى على فاس كابتن نرجع اتفضل تقولوا لي ممكن مين اللي يكون من اللاعبين ممكن ينضم جديد للمباراه القادمه؟ هل شايفين حد غير احمد عبد القادر ولا احمد عبد القادر بس اللي ممكن يكون هو اللي عليه العين يعني من وجهه نظركم للانضمام لمنتخبنا الوطني؟ هطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. كملينا مع حضراتكم. يمكن احنا بنتكلم على منتخبنا احنا لسه الوقت طويل لكن الاستعداد لحلم الملايين لازم يبتدي من بعد حتى اخر ماتش ويمكن او لحظه وصول منتخبنا الى مصر وبالتالي طبعا تفكير في المباراه القادمه. وبالتالي كباتن واحنا بنتكلم ايه اللي ممكن نعمله في مواجهه منتخب لسه طبعا يعني واخد مننا كاس الامم الافريقيه وفي نفس الوقت هو المواجه ليك في الوصول لكاس العالم وبالتالي ازاي تشتغله؟ كل الامور مفتوحه يعني كتاب مفتوح سواء بقى السنغال كتاب مفتوح لينا او احنا هم كتاب مفتوح او منتخب مصر كتاب مفتوح ليهم وبالتالي طبعا ازاي نشتغل. هل سألكم سؤال يا كابتن هل ممكن في لعيبه تكون ما كانتش موجوده مع مستر كروش في التشكيله الاخيره يكون ليها فايده في الماتش اللي جاي ويقدر يستفاد بيه كابتن رمضان؟ يعني انا في رايي رقم واحد احمد عبد القادر. تمام. صح. احمد عبد القادر يقدر هو يصنع الفرق. وبعدين يعني يمكن انا وطارق حامد واللعيبه دي لا ما هو انا هقول لك حاجه انت النهارده حمدي فتحي قايم بدور حته الديفندر دي بشكل في كل مبارياته الحقيقه من اكتر اللعيبه اللي بيعمل لك مساحات احسن لعيبه في مصر. طبعا اللعيب يعني متكامل الحقيقه حمدي فتحي فبالتالي لا انت يعني مش محتاج طارق دلوقتي لكن انت زي ما قلت لك المباراتين دول انت محتاج تعمل اضافات هجوميه. احمد عبد القادر انا كنت موجود في قناه الاهلي بعد المباراه الاولى والحقيقه الاستوديو ما ادالوش حقه. كنت موجود في قناه الاهلي الليل مع اسلام وايمن شاوي وقلت لهم يا جماعه انتوا ازاي ما اديتوش احمد عبد القادر ده حقه؟ لعيب عامل مباراه هو نجم المباراه. صحيح. لا كان هايل. اي هتشوفه في ربع ساعه هو النجم بتاع الربع ساعه. هتشوفه في شوط هو نجم الشوط. هتشوفه في مباراه من اولها زي ما شفنا امبارح حاجه هيصنع لك فارق كبير. فده لازم نفكر فيه. الحاجه الثانيه انت بتتكلم برضو في نواحي الهجوميه. حسام الحقيقة كان بيتكلم دلوقتي في حمدي والسوليه والنني. ما هو برضك انت عندك زيزو عنده الحاجتين بيعرف يعمل الواجب الدفاعي وبيعرف يعمل الواجب الهجومي. كان مين يا كابتن في دول؟ يعني انا هقول لك انا بس في حاجه يعني حمدي فتحي طبعا ما يعني مفيش جدال مش هيتغير يعني ما حدش هيقدر يحركه. يبقى انت عندك السليه والنني واحد يلعب وزيزو معاهم اخد بالك عشان انت يبقى عندك حتى انت لو عملت السليه خلي بالك كمان هتبقى انت عندك النواحي الهجوميه معموله بشكل كويس قوي والدفاعيه في نفس الوقت. طبعا لان عندك السليه فاروق بيعرف يحط الحاجات البينيه بشكل كويس بيعرف يحط الحاجات الطويله بشكل كويس قوي يعرف يوصل صلاح يعرف يوصل مصطفى يعرف يوصل محمد شريف ويبقى عندك حمدي وزيزو يعمل لك الحته الهجوميه مع صلاح ومع انا في رايي يبقى في اضافه في المباراه دي محمد هاني الثلاث مباريات اللي عملهم بشكل كويس قوي وجايب جول وبعدين سبب في الهدف الثاني اللي جبناه وبعدين يوقف مع ماني يعرف يزيد. نعم يوقف ماني. طبعا ما هو اصل انت مش هتوقف ماني بواحد. انا هقول لك بس حاجه شايف كابتن حسام بيقول بي بي لا ما انا هقول لك حاجه انت فاكر انت هتوقف محمد هاني بعمر كمال مثلا؟ ابدا. هتوقف محمد هاني انت ممكن توقف محمد هاني تعرف بمين؟ ها ماني قصدك كابتن ماني هتوقفه بمين؟ بعمر كمال ولا لا انت هتوقفه بالثلاثه هتوقفوا بيه. ما احنا اتفقنا مش عايزين نعطل التلاته دي هتعطلنا على النواحي الهجوميه. لا انا بتكلم التلاته اللي فوق بنلعب في ملعبنا احنا انا بتكلم لما انت عندك محمد هاني وعندك زيزو وعندك محمد صلاح المثلث ده هو اللي يقفل لك الجنب دوت. لكن انت مش هقول لك حاجه الوحيد اللي يقفل لك على ماني عارف مين؟ امام عاشور. لكن احنا مش عاوزين ندافع يا جماعه. انت امام عاشور مش هيوصل يروح للثلث الهجومي
وهو واحنا بنهاجم. احنا عاوزين احنا الباكين بتوعنا. هقول لك حاجه، احنا في اشاده كبيره جدا بفتوح وعمر كمال، راحوا الثلث الهجومي بتاع حوالي 10 مرات في الخمس ماتشات مثلا ولا حاجه. وده قليل ولا كتير؟ قليل جدا. طيب. قليل جدا جدا. الكورسات اللي حصلت ازاي يا جماعه ازاي؟ فاحنا يعني لو لعبنا عشان احنا هنلعب نروح ل 120 دقيقه وهنلعب ضربات جزاء، لا مش موجود بقى. لا بقى ضربات جزاء لو انت تعادلت ما فيش في دي خالص. كابتن حسام، ضربات ترجيح، انا اسف يا كابتن. كابتن حسام، هل فكره الخبرات في ماتش زي ده بتبقى محتاجها اكتر طبعا، ولا بتبقى محتاج يعني هل ممكن لو يبقى نتيجه الاختيارات في الفتره القادمه او الماتشين الجايين ممكن يكون في لعيب خبره ممكن يكون يدي؟ انا قلت احمد فتحي مثلا يبقى موجود في ماتش زي ده. خبرات يكون حاطط رجله في الملعب وشغال مع الفرقه، وزي النني. انا اقول لك النني يلعب الماتش اللي جاي ده لان عنده خبرات وماشي كويس. لكن احمد فتحي بعيد يا كابتن خلاص عن المنتخب بقاله فتره، وبعدين برضك يعني هو مقارب لعبد الله السعيد في يعني في حته الاعتزال دوليا. لكن انا رايي الشخصي، رايي انا الشخصي، عمر كمال هو اللي يلعب الماتش ده. ليه؟ بالشكل الطبيعي يعني بتاع الشكل الطبيعي، لان عمر كمال كمان عنده الشق الهجوم، لانه اصلا مش باك رايت، هو اصلا بيلعب جناح. حتى في النادي المصري جناح، فهو ده احنا عايزينه في الماتش بتاع حتى استاد القاهره، يلعب ناحيه اليمين للجناح عشان يقدر يعمل اوفرات. وهو تقريبا ماتش مش عارف المغرب اللي عمله كويس جدا وعمل اوفرات كتيره كان مميز. فعمر كمال اميز من حتى امام عاشور، لان عنده الشق الهجومي جامد وقوي وفي نفس الوقت سريع. حته التغطيه بقى وحته ساديو ماني، فممكن دي بقى معالجتها جوه الملعب. انت عندك ناحيه اليمين برضه سمير عصار ده برضه الاثنين يعني. الاثنين بلاوي الاثنين بلاوي. لكن برضك فتوح حته ان هو بيهاجم وبيعمل اوفرات، فبتخفف الضغط عليه في النواحي المعاكسه المغايره. لكن انا بقول احنا مش عايزين نلعب بثلاثه تفندرات، عايزين نلعب باثنين. حمدي فتحي واحنا مغمض لازم يبقى موجود، التاني يبقى النين عشان خبراته. السوليه مش لازم يبدا، لكن انا ممكن ابدا بكمان احمد عبد القادر، بس بناء على اختياره وانضمامه ويندمج حتى لو ماتش ودي ولا حاجه مع الفرقه، علشان يبقى هو ده. هقول لك ليه كمان ده يبقى صانع اللعب يا كابتن، هقول لك بس ده يبقى صانع اللعب، لان هنخفف الضغط عن محمد صلاح. مش كل حاجه محمد صلاح، لما تلاقوا في لعيب تاني كوره فوتبولر بيشتغل وبيبدا هيفك الضغط شويه عن محمد صلاح. فيبقى عندك كذا مفتاح، عندك احمد عبد القادر، عندك تريزيجيه. انت ما عندكش اللعيب اللي بيعمل مفيش تريزيجيه، هو لعيب سريع لازم الكره تبقى قدامه عشان يبتدي يشغل. لكن احمد يقدر يراوغ وهو خلي بالك. تريزيجيه الوقت اقول لك يشتغل ليه؟ الراجل خلاص جهزه، بس كان على حساب منتخب مصر، بس جهز. يعني تريزيجيه كان بعيد بقاله شهور، بس ما عاد يصر انه يلعبه بقى كويس. الجماهير لازم. الحاجه الثانيه الجمهور، حته الجمهور. احنا بقى مش محتاجين 120، احنا محتاجين 150 240 طبعا. دافع ويخوف طبعا استاد القاهره بقى لو اتلعب بكابتن فيه طبعا. بيتم اختيار استاد القاهره مصطفى محمد يبقى راس حربه، مش يبقى راس حربه ومدافع وينزل 18 وبتاع. لا الماتش اللي جاي استراتيجيته تختلف تماما عن اي استراتيجيه لاي ماتشات ثانيه. تمام. طيب نروح لفقره نمبر 1 كابتن بعد اذنكم. خلينا اخد فقره نمبر 1 مع نجومنا طبعا كابتن رمضان، كابتن حسام. هبتديها بافضل لاعب من وجهه نظر الكباتن، هل هو كابتن حسن شحاته، كابتن خطيب، علي بوجيش؟ انا عارف انها صعبه. ايه ده ايه ده يا عم، افضل ثلاثه احسن افضل ثلاثه من وجهه نظر الكابتن. ابتديها كابتن رمضان، اتفضل كابتن. يعني انا برضك الثلاثه لعيبه نجوم نجوم واساطير. خطيب كابتن حسام، هو الاختيار صعب يا كابتن فاروق، بس كابتن محمد يعني انا اقول طبعا الكابتن خطيب وكابتن حسن حاجه جامده جدا، لكن انا بالنسبه لي كابتن علي بوجريشه. تمام، وجهه نظر كابتن النمبر 1. طيب امهر لاعب يا كابتن، هل هو وليد صلاح الدين، حمد عبد اللطيف، حازم امام؟ هم دول امهر ثلاثه لعيبه جم. انت بتقول ايه اللي في صفه عبد الحليم؟ في طبعا انت شفت صفه عبد الحليم؟ ايه لا انا اتفرجت على شويه لقطات كده، صفه لعيب كبير برضه. انا رايي الشخصي وليد صلاح. كابتن حسام وليد صلاح. يعني رغم الاثنين لعيبه جامدين جدا، وليد صلاح ماشي. لاعب مظلوم جماهيريا كابتن ربيع ياسين، ماهر همام، وائل الجمعه. انا عرفته خلاص مين يا كابتن. ماهر همام. ماهر همام افضل مساك جه في تاريخ الكره المصريه. برافو عليك، ما خدش حقه جماهيريا. برافو عليك. تمام يا كابتن. مدرب مظلوم جماهيريا، هبتدي الكابتن رمضان. ده مين يا جماعه؟
لاعب ما احنا قلنا كابتن لاعب مظلوم جماهيريا برضو ربيع ياسين. لا طيب عشان انا عندي متلخبطه شويه يا جماعه انا عندي الدنيا متلخبطه. طيب لاعب مظلوم جماهيريا يا كابتن ربيع ياسين عبد الحليم علي مسعد نور. مسعد نور كان احد نجوم كبار الكره المصريه بالظبط. اصل اقول لك حاجه عبد الحليم علي اخذ حقه وربيع اخذ حقه لكن مسعد ما خدش حقه. طيب مدرب مظلوم جماهيريا كابتن حسام البدري كابتن مختار عبد الحميد بسيوني مختار انا في رايي من المدربين الكبار في الكره المصريه الحقيقه وما خدش حقه ومظلوم. كابتن عبد الحميد بسيوني قلت ماشي. افضل المهاجم كابتن حسام حسن كابتن حسن الشاذلي كابتن جمال عبد الحميد حسام حسن كابتن الاثنين حسام حسن. افضل مدرب للاهلي يا كابتن جوزيه هديكوتي وموسيماني. جوزيه هديكوتي مانويل جوزيه كابتن تتفقوا على مانويل جوزيه. افضل مدرب للمصري يا كابتن برضو بوشكاش ولا كروجر ولا حسام حسن؟ بوشكاش كابتن رمضان اللي عمل الحقيقه بطوله جاب بطوله كروجر الحقيقه لكن هو طبعا بوشكاش نجم لكن انا بقول كروجر. ما ممكن يبقى في بطوله قصادها حقبه من الزمن سنوات كان فيها النادي المصري متالق ومتلألق مع بوشكاش. نعم بوشكاش كابتن انا بشكركم كابتن ربنا يخليك دايما بسعد بوجودك كابتن حسين كابتن فاروق نورنا كابتن ويعني سعيد بوجودك انا اللي سعيد بيك كابتن انت جاي من سفر لكن حبيبي. توصل بالسلام ان شاء الله كابتن حسين ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. احنا بنتكلم على المنتخب من دلوقتي ان فعلا امل وحلم لكل المصريين ان شاء الله الوصول لكاس العالم وان كان طبعا انت بتلعب منتخب قوي لسه زي ما بنقول كده لسه كنا بنلعبه من ايام او من اسابيع وعارفين كتاب مفتوح بالنسبه لنا وبالتالي تجهيز لازم يبقى خاص لهذا اللقاء ان شاء الله كل التوفيق لمستر كروش واللاعبين اللي هينضموا في المباراه دي وعندنا طبعا مباراه الدوري وحتى الان طبعا مستمرين مع حضراتكم في المتابعه الخاصه لدوري ابطال والكونفدراليه ان شاء الله كل الفرق المصريه تبقى في احسن حالتها في هذه البطولات. اشكركم ان شاء الله حلقه جديده من بريمو تسمعوا على خير.